اهلا بحضراتكم. والحقيقه هنبدا على طول عشان ما نعطلش حضراتكم عن اي حاجه عايزين تعملوها. الخبر النهارده القران الكريم امام النيابه العامه، هو ده الخبر. ركز بس على المانشيت، القران الكريم امام النيابه العامه، هو ده الخبر. برافو علي، هو ده الموضوع. النيابه العامه ده الحال الحقيقه اللي وصلنا له في عهد عبد الفتاح السيسي النجس النكره، بعد مصادره الراي وما تسمعوش كلام حد غيري، وبعد منع وغلق الصحف والكتاب، دخلنا بقى لأحدث مرحلة، وهي مرحلة محاكمة الكتب المقدسة، محاكمة الدين نفسه، أو محاكمة طبعا اللي بينطقوا بيه، أو بحد بيجيب سيرته ويدافع عنه. خد أدي الخبر عشان بس ما تزعلش. حالة مخالفة الأوقاف وحالة مخالفات الشيخ عبدالله رشدي إلى النيابة المختصة. معرفش أنا الحقيقة وكيل النيابة يحاكم عبدالله رشدي على إيه. التهمة غريبة جدا، تهمة عبدالله رشدي تهمة عجيبة جدا. ايه بقى التهمة؟ مخالفاته المتكررة وآراؤه المثيرة للجدل وبعض منشوراته التي لا تليق بأدب الدعاء. ده الحقيقة في انهي مادة وفي انهي قانون وفي انهي بلد؟ مفيش حاجة اسمها كلام من ده خالص، مفيش حاجة، مفيش تهمة اسمها كده. ده اختراع لتهمة جديدة اخترعتها أجهزة المباحث والمخابرات والأمن الوطني، اللي حتى اخترعتها كمان وزارة الأوقاف. مفيش حاجة اسمها كلام من ده ولا في ساكسونيا، انسى القصة دي. تعال نشوف بقى الحقيقة، نكمل كده مع بعض. أي حد هيدافع عن الإسلام، الحقيقة أي حد هيدافع عن الإسلام هيبقى مصير عبدالله رشدي. بص بقى، عبدالله رشدي طلع كتب قال: صدر قرار من وزارة الأوقاف بوقفي عن العمل الدعوي وإحالتي للتحقيق كما حدث من قبل. المهم انني علمت منين بقى يا عبد الله؟ مين اللي قال لك الخبر ده؟ اما الشيخ عبد الله رشدي قال لك اللي قال لك الخبر ده علمت بالقرار من صفحه الاخ محمد البعيز، والذي نشر الخبر قبل نشره على موقع الوزاره الرسمي بثلاث دقائق. ثابت على مبادئي وكلماتي وسابقى بها صادحا ما دمت حيا ان شاء الله. ده اللي الحقيقه. طب السؤال بقى اللي ممكن تساله لنفسك، ماذا فعل عبد الله رشدي؟ هو عبد الله رشدي تقدم بالنيابة، تقدمت اليوم ببلاغ للنائب ضد للنائب العام ضد الصحفي محمد الباز لكذبه علي وتلفيقه لما لم أقله تماما على الدكتور مجدي يعقوب، مما تسبب في إثارة الرأي العام وإشاعة الأخبار الكاذبة وإسكاء دخان الطائفية. لن يضيع حق وراءه مطالب إن شاء الله. السؤال بقى، عمل إيه عبد الله رشدي؟ عمل إيه الأخ عبد الله رشدي عشان يتحول للنيابة والأوقاف توقفه وتحول نيابة؟ هل شتم حد؟ هل أساء إلى حد؟ هل جاب سيرة حد؟ ما تعرفش عمل إيه، بس قال عبد الله رشدي قال اللي القرآن بيقوله وبيقول أكتر منه كمان، لا أكتر ولا أقل. ولا سمى حد بالاسم، ولا شتم حد، ولا أساء لحد. عبد الله رشدي بيقول: العمل الدنيوي ما دام ليس صادر عن الإيمان بالله ورسوله فقيمته دنيوية بحتة تستحق الشكر والثناء والتبجيل منا نحن البشر في الدنيا فقط، لكنه لا وزن له يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن السفاهة أن تطلب شهادة بقبول عملك في الآخرة من دين لا تؤمن به أصلا في الدنيا. ولا أدري لماذا يغضب الملحدون من تقريرنا لعقائد ديننا التي لن تضرهم في الدنيا ولن تنفعهم في الآخرة. بعد البوست ده مباشرة اللي ما فيهوش اسم ولا في ديانة، يعني عبد الله رشدي لم يذكر في البوست ده اسم حد ولا ديانة. بعد البوست ده مباشرة كانت بداية هجمة شرسة بقرار من راعي الكلاب مختار جمعة مخبر الأمن الوطني. بدأت بقى الأوقاف توقف عبد الله رشدي يبث آراء جدلية لا يحتملها واقعنا الراهن. ليه لا يحتملها؟ طب فين حرية الرأي؟ فين حرية الرأي والفكر والعقيدة؟ فين حرية التعبير؟ فين حرية الرأي والعقيدة اللي مكتوبة في الدستور ومكتوبة في كل دساتير العسكر المجرمين من ساعة ما جم مصر؟ مكتوبة كده مادة الدستور يحض على حرية الفكر والرأي والعقيدة، مادة 64 في دستور النجس السيسي. الحقوق والحريات: حق الاعتقاد مطلقة، حرية الاعتقاد مطلقة، حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون. ولا هي الحريه بس انك تشتم وتهجم الاسلام والصلاه والحجاب؟ هي الحريه مكفوله بس؟
لابراهيم عيسى والصرصار خالد منتصر والبرص فاطمه نعوت يقول اللي هم عايزينه، يعملوا اي حاجه في الدين، لكن محدش يجي عندهم. ادي اهي الحجاب ليس فريضة إسلامية. شيخ الأزهر يقول الحجاب فريضة، علماء المسلمين يقولوا فريضة، يطلعوا دول صراصير العلمانية يقولوا مش فريضة، ومع ذلك ماشي ما بيدخلوش السجن. تعال نتفرج على إبراهيم عيسى نفسه اللي بيتكلم على أن الإسلام لا يصلح للآن. أهو النص والأمر والفتوى والحجاب والحلال مش بس لا يصلح في الغرب، لا يصلح هنا أيضا. تعالوا نشوف يا جماعه الفيديو كده بس، يعني بص اطلع اهجم على القران. لا خد بالك بقى، ده محمد الباز وصل لاكتر من كده. محمد الباز قال لك ايه؟ احنا هنصلي بسوره النساء بس نوقف العمل بها رسمي. لما اتكلموا عن المواريث عايزين يسووا المواريث بطريقتهم، هم فاهمين غلط اصلا. هي المواريث الحقيقه رائعه للنساء بس هم فاهمينها غلط. ما علينا، يعني قال لك احنا ممكن يا جماعه احنا ما بنقولش حاجه، احنا هنصلي بالقران بس نوقف العمل بيه. اسمع كده محمد الباز بيقول ايه؟ في القرآن الذي نتعبد به إلى الله، فتيجي تلاقي الإمام بيقرأ في صلاة المغرب ولا العشاء ولا في الفجر مثلا من سورة النساء ويقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل الأنثى. مش هنغيرها، مش هتتغير، محدش هيغيرها، محدش يزايد في الحتة دي. لكن الحكم نفسه فأنت بتحتفظ بالنص المقدس، لكن يتم تعطيل العمل به لأنه لم يعد مناسبا في القرآن. لم يعد مناسبا، جريمة يا حضرات، دي جريمة في دولة مفروض إنها إسلامية مش علمانية زي تركيا. لما حد يقول لك آية قرآنية لم تعد مناسبة دلوقتي، دي جريمة، ومع ذلك ما حدش بلغ فيه ولا راح النيابة ولا حصل له أي حاجة في الدنيا. أنا ما بحضش على النيابة. البورص نفسه خالد منتصر المدعي العلماني اللي فاكر نفسه علماني وعالم طلع قال ان المجتمعات لا تتقدم الا بتحطيم الموروثات والازدراء. اسمعوا كده. الرموز والثوابت، وعايز اقول كلمه اخيره على حكايه الثوابت والازدراء. المجتمعات لم تتقدم الا بما نسميه ازدراء. المجتمعات لم تتقدم الا بتحطيم ما نسميه الثوابت. طبقا لمفاهيم المشوهين المصريين او العرب من العلمانيين، فالمجتمعات لا تتقدم الا بالازدراء بالكراهيه. ده فكره هو، ومع ذلك ما راحش النيابه. السؤال بقى، يعني هو المساله دي في الاسلام؟ طب ما كلام عبد الله رشدي ده هو كلام الاديان الثانيه. يعني اليهوديه شايفه ان المسيحيه والاسلام دول اصلا كفار، المسيحيه شايفه المسلمين دول اصلا كفار. ايوه خلينا واضحين، المسيحية شايفة المسلمين مش هيخشوا الجنة، فين المشكلة؟ اسمع كده الشيخ الشعراوي قال ايه؟ وقال انني من المسلمين، انا بعمل كده طب ما ده كلام عبد الله رشدي بالنص. هل ينكر فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر كلام الشيخ الشعراوي؟ ما ده كلام عبد الله رشدي. هل ينكر فضيلة المفتي كلام الشيخ الشعراوي؟ ما ده كلام عبد الله رشدي. لم يختلف كثيرا أو قليلا عبد الله رشدي عن اللي قاله الشيخ الشعراوي. وعلى فكرة الشيخ الشعراوي مش متطرف، عشان بس ما يقولكش وما هو كان متطرف. ده المسيحي نفسه بيقول نفس الكلام. ادي كلام عبد الله رشدي. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نفس الايه اللي استند ليها الشيخ الشعراوي ذكرها بالنص الاخ عبد الله رشدي.
وعلى فكرة الشيخ الشعراوي كلامه هو هو كلام أي قسيس. أيوة فوق بقى، لو جبت توادرس نفسه هيقول لك كلام الشعراوي بالظبط بالظبط، بس اقلبه بقى على مسيحي. تعالى كده نسمع رأي المسيحي القسيس المسيحي في المسلم، ودي رسالة بقى لإخواننا المسلمين اللي قاعدين متعاطفين قوي. يا جماعة محدش قال لكم كرهوا المسيحيين، استحالة. المسيحي ده شقيقك في الوطن، ده أخوك في الوطن، ده تاريخك معاه، تراثك معاه، حياتك. بتصحى الصبح تلاقيه في وشك، وأنت مطلوب منك إنك تبره، مطلوب منك إنك تحترمه، مطلوب منك إنك تخاف عليه. احنا ما بنتكلمش على ده، بتتكلم المسيحي شايفك إزاي؟ شايفك كافر. وانت شايفه ازاي؟ شايفه زي ما عبد الله رشدي قال، مهما يعمل مش هيخش الجنه. وده راي المسيحي فيك بالمناسبه. نرجع كده للقس داود لمعي بيقول ايه. بيقول داود لمعي القسيس ان من لم يؤمن بالمسيح فليس له في ملكوت السماء نصيب، حتى لو كان عمله في الدنيا خير وامين ونافع للناس. نشوف كده القسيس داود لمعي بيقول ايه. لما تتسأل سؤال مباشر، الإنسان ده كان مثالي وبيخدم وأمين لكن مات وما نعرفش بقى آمن ولا ما آمنش، بلاش نقول راح فين. احنا هنقول لو كان آمن بالمسيح يبقى ربنا عارف يدخله السماء، لكن لو كان رافض المسيح أيا كانت سلوكياته الحقيقة حسب إيماننا هو ملوش في السماء نصيب، لأنه تعليم المسيح من يرفض ابن الله يبقى ملوش نصيب في الحياة الأبدية، يمكس عليه غضب الله. طب واحد ما يعرفش الملك ولا عمره فكر في الملكوت يدخل الملكوت غصب لمجرد أن أخلاقه عالية، هو أساساً معاش بالأخلاق العالية عشان يدخل السماء، ما فكرش فيه، هو عاش بأخلاق عالية أو بسلوك كويس لمجرد أنه إنسانياً هو شايف أن ده حياة أفضل. لكن طول ما هو عايش وإن كان في العهد الجديد اتعرض عليه ملكوت السماوات، اتعرض عليه الإيمان بالمسيح ورفضه وظل يسلك سلوكا راقيا أخلاقه كويسة، الحقيقة هو ما طلبش الملكوت، ما ينفعش ياخده. لما تتسأل سؤال مباشر الإنسان ده كلام القسيس داود لمعي. يفترق يخلف عن إيه أو يفترق عن إيه عن كلام الشيخ الشعراوي؟ لا شيء، لا شيء خالص. فيش فرق بين كلام داود لمعي القسيس المسيحي القبطي وكلام الشيخ الشعراوي المسلم السني، فيش فرق خالص. الشيخ الشعراوي كل اللي قاله ان اللي عملوا اعمال عظيمه دول حاجه جميله جدا وخدوا نصيبهم في الدنيا لكن مش هيخشوا الجنه. القسيس داود لمعي قال ان ناس امينه وخدمت وكل حاجه لكن ما امنش بملكوت ما ابن الله وبالتالي مش هيخش الملكوت بالعافيه. نسمع بقى الاثنين جنب بعض، لا او نسمع الاول قسيس تاني بيجيب هل المؤمنين أو الغير المؤمنين بالمسيحية يدخلون ملكوت السماوات؟ اسمع. الذي يؤمن بابن الله أو بابن الإنسان اللي هو المسيح اللي هو المجد له حياة أبدية. يعني قلنا بعد البر، يعني حط الأول الناس اللي بتعمل البر مطلوب منهم يضيفوا إلى ده الإيمان بالمسيح. من يؤمن بابن الله فله حياة أبدية، ومن لا يؤمن بابن الله فليس له حياة ويمكث عليه غضب الله. ده يوحنا 3:36. لا لحظة بس يا علي، عشان ما تقوليش طب ما أنا كمسلم بؤمن بالمسيح. لا سوري، إيمانك أنت كمسلم بالمسيح غير الإيمان المطلوب من المسيح ليك. أنت بتؤمن بالمسيح على أنه واحد من الأنبياء اللي عدوا زي موسى زي كل الأنبياء. هنا المطلوب منك مش كده، المطلوب منك تؤمن بأن المسيح هو ابن الله. المطلوب منك أنك تؤمن بالمسيح اتصلب وقام، بالحقيقة قام. تفضل بقى، هل ده إيمانك بالمسيح؟ إذن لا يكفي حضرتك كمسلم سني متعاطف مع الدكتور أو أي حد، يعني متعاطف مع شخص مسيحي صالح، لا يكفي انك انت تقول له انا مؤمن بالمسيح على اساس انه هو نبي. لا، انت لازم تؤمن بانه ابن الله وانه المخلص وانه صلب ومات وقام. هو نفس الكلام، نفس الكلام اللي قاله الشيخ الشعراوي، هو نفس الكلام اللي قاله القسيس داود لمعي، واللي بيقوله كل قسيس كل يوم في الكنيسه. فين الجريمه؟ وده على فكرة بصراحة يعني
بمنتهى الصراحة لا يفسد للود قضية. أنا بحب المسيحيين جدا جدا، وجيراني كلهم ناس ليهم فضل عليها مسيحيين، وحياتي عد عليها مسيحيين كتار جدا، وشفت منهم أخلاق عالية ونبل وشهامة لا غير منكورة. نحن بنتكلم على العقيدة، العقيدة حاجة تانية. هو بيحبني جدا وأنا متأكد، ووقفوا جنبي وأنا متأكد من ده بإخلاص، أيوة كل حاجة أنا متأكد منها. لكن لما تيجي تسأله محمد ناصر اللي أنت بتحبه ده يخش الجنة، لك لا طبعا، ملكوت السماء له شروط، مهما كان محمد ناصر ده بتموت فيه لكن له شروط، انه يؤمن بالمسيح ابن الله المخلص ويتعمد ويؤمن بانه اتصلب ومات وقام، ده الشرط عشان يخش معاك ملكوت السماء. اما اذا مش ما امنش بده ومهما عمل ففي الاخر هيحل عليه غضب الله زي ما قال القسيس. ها القسيس داود ما قالش هيحل عليه غضب الله، القسيس الثاني قال لك هيحل عليه غضب الله. طيب يا جماعه انتوا زعلانين ليه؟ النيابه هتعمل ايه في القصه دي؟ وخالد منتصر زعلان ليه؟ الصرصار ده وصراصير العلمانيه زعلانه ليه؟ هي الاديان كده وما فيهاش اي مشاكل على فكره، الاديان طول عمرها كده. نشوف الاربعه دول اختلفوا عن بعض في ايه. ده عبد الله رشدي مسلم سني بيقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وبيقول انه مش هيتقبل منه عمله في الاخره من لم يؤمن بالاسلام وبالقران وبمحمد رسول الله وبالاركان بتاع الاسلام. قالوا الكلام ده الشيخ الشعراوي قبل ما يتولد عبد الله رشدي، قالوا الائمه الاربعه، قالوا الصحابه، وقالوا الشيخ الشعراوي. نسمع كده الشيخ الشعراوي قال ايه. وقال انني من المسلم، انا بعمل كده لاني مسلم. تقول لي حضرتك ان الشيخ الشعراوي بيشترط انه الواحد يؤمن بالله، طب ما هو المسيحي مؤمن بالله صحيح، بس الايمان اللي بيتكلم عليه الشيخ الشعراوي اللي هو ايماننا احنا المسلمين انه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. نسمع بقى راي القسيس داود لمعي في نفس القضيه اللي تطرق عليها عبد الله رشدي واللي اتكلم عليها الشيخ الشعراوي. ما رايك في شخص صالح أمين بيخدم بس مش مسيحي هيدخل الملكوت؟ نسمعه. لما تتسأل سؤال مباشر، الإنسان ده كان مثالي وبيخدم وأمين لكن مات وما نعرفش بقى آمن ولا ما آمنش، بلاش نقول راح فين، احنا هنقول لو كان آمن بالمسيح يبقى ربنا عارف يدخله السماء، لكن لو كان رافض المسيح أيا كانت سلوكياته الحقيقة حسب إيماننا هو ملوش في السماء نصيب، لأنه تعليم المسيح من يرفض ابن الله يبقى ملوش نصيب في الحياة الأبدية، يمكس عليه غضب الله. طب واحد ما يعرفش الملك ولا عمره فكر في الملكوت يدخل الملكوت غصب لمجرد أن أخلاقه عالية، هو أساسا ما عاش بالأخلاق العالية عشان يدخل السماء، ما فكرش فيه، هو عاش بأخلاق عالية أو بسلوك كويس لمجرد أنه إنسانيا هو شايف أن ده حياة أفضل، لكن طول ما هو عايش وإن كان في العهد الجديد اتعرض عليه ملكوت السماوات، اتعرض عليه الإيمان بالمسيح ورفضه وظل يسلك سلوكا راقيا. ده مش رأي القسيس داود لمعي من دماغه، ده طبقا للاهوت والعلم اللاهوت وطبقا للكتاب المقدس، عشان كده القسيس الثاني ده قال نفس الرأي لكن ضاف حتة صغيرة إنه يحل عليه غضب الرب. اسمعوا كده. الذي يؤمن بابن الله أو بابن الإنسان هو المسيح هو المجد له حياة أبدية. يعني قلنا بعد البر يعني حط الأول الناس اللي بتعمل البر
مطلوب منهم يضيفوا إلى ده الإيمان بالمسيح. من يؤمن بابن الله فلوحة أبدية، ومن لا يؤمن بابن الله فليس له حياة ويمكث عليه غضب الله. ده يوحنا 3:36. الذي يؤمن بابن الله أو بابن طيب يعني حضرات ببساطة شديدة جدا، اليهودية والإسلام والمسيحية متفقين على أن اللي مش هيؤمن باليهودية طبقا للتوراة فهو مش هيخش الجنة. المسيحية بتقول اللي مش هيؤمن بابن الله المخلص المجد الذي صلب وقام فمش هيخش ملكوت السماوات. الإسلام بيقول اللي مش هيؤمن بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فمش هيخش الجنة. فين المشكلة؟ أنا ضد إن الشيخ الشعراوي نوديه السجن أو نحقق معاه، وضد إن عبد الله رشدي يتحقق معاه، وضد إن القسيس داود لمعي يتحقق معاه، وضد إن هذا الرجل الطيب القسيس ده يتحقق معاه. دي آراء مطروحة وكل واحد حر. اللي عايز يروح المسيحية يروح، اللي عايز يخش الإسلام يروح. يتحاكم عبد الله رشدي فقط إذا مس المسيحيين بكلمة، إذا مس أخلاقهم أو ديانتهم وسخر منها أو ازدراها. يتحاكم القس داود لمعي إذا ازدر الدين الإسلامي. لكن اللي بيحصل دلوقتي إنك تطلع تهجم في الإسلام وتشكك في القرآن ما يحصلكش حاجة، لكن لما حد يجي يتمسك بموضوع بسيط جدا طرح من 1400 سنة يزعلوا منه جدا، مع إن نفس الموضوع عند الجماعة المسيحيين عادي جدا. عبد الله رشدي ما قالش ده في برنامج تلفزيوني، ده كتبه على بوست. والقسيس داود لمعي ما قالش ده في برنامج تلفزيوني، ده قاله على السوشيال ميديا، والراجل ده قاله على السوشيال ميديا. ومع ذلك لم يحاكم داود لمعي، وانا ضد محاكمه داود لمعي، انما بيتحاكم عبد الله رشدي. الخلاصه يا حضرات، انا بس بقول الرساله دي لكلاب العلمانيه والبعض المسلمين اللي هم يعني غارقين في الاحلام وحاسين ان المسيحيين بيضطهدوا. خالص المسلم الحقيقي مطالب انه يبر ويقسط الى المسيحي ويا الكافر. المسلم الحقيقي مطلوب منه انه يخاف على جاره المسيحي جدا ويراعيه جدا ويحترم شعائره. اكتر من كده مش مطلوب منه حاجة. مش مطلوب منك حضرتك انك انت تقعد تطبطب قوي كده لدرجة ان الدموع تنزل وتشتم في عبدالله رشدي لمجرد ان الراجل قال نفس الكلام داود لمعي. الخلاصة عايزين حد يطلع يقول لنا عبد الله رشدي غلط في ايه. انا عايز شيخ الازهر او المفتي او اي حد يطلع يقول لي ايه اللي غلط فيه عبد الله رشدي، اساء لمين عشان يقف قدام النيابه. خليني اقول لحضرتك سريعا قبل ما اقفل المقدمه دي، في سنه 26 طه حسين عمل كتاب اسمه في الشعر الجاهلي. هذا الكتاب اتقدم فيه بلاغ للنيابه، وقيل عنه ان هو بيشكك في القرآن الكريم وبيشكك في اللغة وبيشكك في كذا. وقف طه حسين وهو عملاق قدام وكيل نيابة اسمه محمد نور، وكيل نيابة، وكيل النيابة ده حقق معاه وكتب ملف صغير دفاع عن طه حسين، وقال عن طه حسين وعيل صغير، قال انه باحث وانه ربما يكون يعني شط شوية في بحثه لكن لا يرقى للكفر ولا ما نقدرش نكفره. وأصدر وكيل النيابة محمد نور سنة 26 قرار بأنه الكتاب ده ببراءة أو يعني إخلاء سبيل طه حسين من النيابة. والقرار مكتوب فيه محمد نور وكيل نيابة مصر 1926، وكيل نيابة شاب صغير بيناقش كتاب حتى الآن ما تعرفش تقرأ أصلا. رد عليه صحيح الشيخ محمد الخضر حسين، ردوا عليه علماء مسلمين كتير جدا على طه حسين. طه حسين نفسه رد على نفسه بعد كده وعمل بقى كتب عن التاريخ الإسلامي ولا أروع منها كتاب عن السيرة. إنما السؤال اللي لسه بيشغلني، عمل إيه؟ أساء لمين عبد الله رشدي ده؟ شتم مين؟ قال اسم مين؟ قال إيه مختلف عن كلام الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي وعن كلام شيخ الازهر؟ قال ايه مختلف عن اللي قاله القسيس داود لمعي وكل الاسسه وتوادرس نفسه؟ ما طلعش شتم حد. لو حد طلع شتم حد يفهمنا يقول لنا ده شتم فلان، ده ما شتمش حد. لو ما حدش طلع
وفهمنا فين غلط عبد الله رشدي، يبقى ملهاش غير تفسير واحد بس، ان السيسي بدأ حرب حقيقية على الإسلام، ان السيسي بدأ حرب وفتح النار على كل شخص هيدافع عن الإسلام، بينما سايب زرايب الإعلام عنده يطلع فيها كل ناعق يهاجم زي ما هو عايز بالإسلام. ومبقاش عبد الله رشدي بس هو اللي هيتمسك او هو اللي قدام النيابة، حرفيا القرآن الكريم هو اللي قدام النيابة. يا حضرات، لما عبد الله رشدي هيقعد قدام السيد وكيل النيابة هيديله المصحف، ما تحاكموش عبد الله رشدي، حاكموا الكتاب ده، ما تسجنوش عبد الله رشدي، اسجنوا القرآن الكريم. وده اللي عايزه خالد منتصر وكلاب ما يسمى بالعلمانية في مصر. حضرات السادة، حرفيا ولأول مرة القرآن الكريم أمام النيابة في مصر فقط. قبل الهوى على طول كورونا في ألمانيا وفنلندا، يعني عاجل فنلندا تعلن اكتشاف إصابة ثانية بفيروس كورونا، عاجل دل حالا عاجل فنلندا تعلن اكتشاف حالة أو إصابة أحد، ده في فنلندا، فنلندا تعلن اكتشاف إصابة سيدة، ودي حالة تانية في فنلندا. في ألمانيا بقى الجيش الألماني يعلن إصابة أحد جنوده بفيروس كورونا في ولاية راينلاند بفالس غرب البلاد، يعني كده حالة كورونا في ألمانيا وفي فنلندا، فكده كورونا أصبح الحقيقة بيهدد. ودي خريطة انتشار كورونا دلوقتي، نشوف كده خريطة انتشار كورونا كما نشرت على المواقع. يعني الحقيقة أدي قدامكم الخريطة اهي، كورونا منتشر. يا جماعة أنا بس شفت حاجة كده غريبة قوي، مش العلامات الصفرة دي كورونا صح؟ السعودية، الكويت، ماشي ماشي ماشي، بس في مصر في حالة يعني؟ الخريطة بتقول مصر كده ايه، والكويت قصدي اهي، وايطاليا، وفي حالة، والجماجم دي يعني حالات توفيت، يعني في حالات موت اللي هي الصين، يعني من حالة ل 86 حالة موجودة في مصر اهي، صح كده؟ يا جماعة دي الخريطة العالمية، احنا ما نشرناش من عندنا، الخريطة اللي نشرت عن كورونا وانتشاره في العالم قبل العاجل حتى الأخير ده، لأن العاجل دلوقتي قال ان ألمانيا وفنلندا فيها حالات، والعلامة الصغيرة دي من 87 حالة ل 311 حالة، من 1 ل 86، والعلامة دي نفسها لو كبرت شوية تبقى من 87 ل 311 حالة، ولو كبرت شويه تبقى من 312 ل 300 مش عارفه كام. ففي مصر اهي علامه غالبا اظن يعني انها من 81 ل 86. فده خريطه انتشار كورونا في العالم الان. ده غير انه اهو، وادي خريطه ثانيه اهي، ده غير انه وادي خريطه ثانيه اهو لانتشارها في العالم برضو، ده عن منظمه الصحه العالميه عن انتشار كورونا في العالم اهي. بص مصر اهي برضو فيها ايه، فيها العلامة اهي، مصر فيها علامة اهي، ايوه، لكن علامة كبيرة هنا، اللي ماتوا 2770 حالة حتى الان، بس ده المعلن، لان الصين ما بتعلنش الاخبار كلها، اللي شوفي منها 30322، عدد اللي أصيب 81280، لكن الصين لا تعلن عن حالات. أدي الصين أهو 78000، ساوث كوريا 1206، إيطاليا 300 حالة، اليابان 187، إيران 139، سنغافورة 93، هونغ كونغ 89، أمريكا 57، تايلاند 40، تايوان 32، الكويت 26 حالة، البحرين 26 حالة، استراليا 22،
ماليزيا 22، ألمانيا 19 حالة، فرنسا 17 حالة، فيتنام 16 حالة، السعودية الإمارات 13 حالة، إنجلترا 13 حالة، إسبانيا 12 حالة، كندا 11، ماكو 10، العراق 5، عمان 4، فلبين 3، الهند 3، إسرائيل 2، روسيا 2، لبنان 2، فنلندا طارت مني 2، السويد 2، كرواتيا 2، باكستان 2. لا انا كنت عايز اعرف مصر بس. المنحنى اللي على اليمين ده بيقول افغانستان 1 اهو، ونيبال 1، برازيل 1، ايجيبت 1، اليونان 1. المنحنى اللي على اليمين ده بيقول ان في تصاعد في الحالات اهو. ايوه امشي عليه كده علي عشان السهم بيبانش. ايوه صح كده. المنحنى على اليمين ده بيقول ان هناك تصاعد في الاصابه، ده نقلا عن منظمه الصحه العالميه. لا هنفتي ولا هنقول كلام اي كلام يعني، ولا ده يا جماعه نقلا عن وزاره الصحه العالميه انه عدد المصابين في العالم 81,280، عدد اللي شفوا 30,322، عدد اللي ماتوا منها حتى الآن المعلن يعني 2770 حالة، واكتشاف حالة أخرى في ألمانيا وفي فنلندا. ده اللي قبل الهواء. نروح بقى للسيرك، للاستعراض الكبير. يلا الحقيقة النهاردة كنا قدام مسرحية كبيرة جدا، ضخمة جدا، حشدت لها النظام السيساوي كله. كان في ناس بتلعب دور البطولة، وكان في ناس بتلعب دور الكومبارس. الكومبارسات هنا ما كانوش ناس سهلين يعني، ما كانش كومبارسات الغلابة اللي بيقعدوا على قهوة بعرة في وسط البلد، لا، ده كانوا حيثيات، رؤساء وزراء سابقين، قادة جيش، وزراء، يعني كانوا كومبارسات متكلفين. في فيلم اسمه السقا مات، عن قصة للأستاذ يوسف السباعي، والفيلم إخراج الأستاذ صلاح أبو سيف. الغريب أن الفيلم ده إنتاج يوسف شاهين وأخرجه صلاح أبو سيف، اسمه السقا مات. الفيلم كان بطولة عزة العلايلي وتحية كاريوكا وفريد شوقي. فريد شوقي في الفيلم ده بيأدي دور راجل بيلبس بدلة ويمشي قدام الجنازات، يعني لما اهل الميت عايزين يعملوا نفسهم يتفشخروا يجيبوا يتفقوا مع الحانوتي يأجروا ناس كده بتلبس بدل وتمشي قدام الميت، قال يعني الميت حيثيه. والنبي علي واحنا قاعدين مع بعض كده الله يكرمك، هات اللقطه من الفيلم ده. معلش هو ارتجال على الهوا، بس ارتجال مسموح بيه، ما فيهوش اباحه يعني، ارتجال فني زي بتاع سعيد صالح كده الله يرحمه. في فيلم السقا مات، هو فيلم بيتكلم عن وجوديه برضو، عن نظريه هل الله موجود ولا لا والحاجات دي، انما يعني فيلم انتاج يوسف شاهين، اخراج صلاح ابو سيف، نص عن روايه للاستاذ يوسف السباعي السقا مات. فريد شوقي في الفيلم ده بيلعب الدور ده، بقى بيلعب دور الناس اللي بتلبس بدل وتمشي قدام الجنازه، قال يعني الميت حاجه جامده جدا. فريد شوقي في الفيلم ده كان بيمثل، انما اللي حصل النهارده بقى انهم اجروا ناس عندها بدل. ما هو انت على فكرة عندك بدلة برضو لازم يعني، اجروا ناس عندها بدل عشان تعمل استعراض كبير يمشي فيه عبد الفتاح السيسي، عشان نقول ان الميت كان حاجة عظيمة. ما هو دي فكرة الفيلم، معرفش هتعرف تجيبه ولا لا. هو ده فكرة الفيلم، ان الميت يبقى هلفوت. والله بكلمك جد، شوف فيلم السقامات ما تزعلش مني يعني. وبعدين يروح الحانوت يقولوا عايزين بقى نعملها جنازة كده، ما حصلتش، يقولوا ولا يهمك. ففريد شوقي بيلعب الدور الراجل اللي بيلبس بدلة ويمشي ورا النعش كأنه يعني من أسرة الميت، وكأن الميت ده حاجة عظيمة قوي. هو الفيلم كده بيتكلم عن القصة دي يعني. طيب النهاردة بقى حصلت نفس القصة، بس بدل ما يأجروا الناس عندهم أصلا، فتم حشد كومبارسات بس من طراز رفيع بقى،
حاجة كده علاجة قوي، رؤساء وزراء وزراء ويلبسوا البدل ونظارات الشمس وماشيين ورا الميت اللي هو لا حول له ولا قوة. المسرح أو اللوكيشن كان المنطقة من بتاعت المشير دي اللي إن شاء الله لما تقوم ثورة تيجي عليها. انسوا ميدان التحرير، لما تطلعوا ثورة بعد كده إن شاء الله تطلعوا المنطقة دي، لأن بقت نموذج أو بقت رمز لاستبداد العسكر بمصر، المنطقة بتاعت المشير دي اللي بيمشوا فيها بالجنازة العسكرية. لما نطلع ثورة إن شاء الله نبقى نحتل المنطقة دي ويتعلق فيها السيسي إن شاء الله، مش بس السيسي، السيسي وإعلامه. ما علينا يعني، فاللوكيشن هي المنطقة دي. البطولة كانت للسيسي بس، حتى أسرة الميت اللي هو جمال وعلاء كانوا كومبارسات، ما كانش دور أساسي. السيسي النهاردة حط كل الناس دي عشان يعلم على الناس كلها ويقول أنا ركبت فوق دول. السيسي النهاردة ركب فوق ناس كان بيخاف يسلم عليهم. السيسي النهاردة كانت المسرحية كلها عنوانها كده وفاة 25 يناير. مش أنا اللي بقول ده، اللي قال كده محمد الباز نفسه أهو. ده فيلم السقا مات، بس بقى هات الجنازة، ده فيلم السقا مات بس هات الجنازة نفسها، سيبك من اللقطة دي، دور على لقطة الجنازة وهم ماشيين في الجنازات. ورقه يا سلام عليك، يلا خش كده خش كده، ده السقا مات أهو. ده مشهد الجنازة وتلاقي الميت ماشي وراه مجموعة، لا ده مشهد موت فريد شوقي نفسه اه، وتلاقي ماشي وراه مجموعة من الناس لابسة بدل، ده لما فريد شوقي نفسه مات في كال أكلة تقيلة كده ومات، ده فريد شوقي نفسه أو من كان يؤدي دوره، يعني الشخصية اللي لعبها فريد شوقي. لكن فريد شوقي في الدور ده كان بيمثل دور واحد الحقيقة بيمشي في الجنازات يلبس بدل زي الراجل اللي هو ده، يلبس بدل ويعمل ان الجنازة يعني حارة جدا. ده فيلم السقا ما تشوفوه، هتلاقوه فيلم رائع جدا، وصلاح ابو سيف عامله حلو قوي، وعزة العيالي كان فيه حلو بالمناسبة، يعني فريد شوقي كان فيه ولا اروع ولا اروع، وكان فيه الاستاذ حسن حسين العبقري اهو بيقول لعزة العيالي خد البدلة، هات اللقطة دي، خد البدلة وتمشي في الجنازة. اسمع بقى، اسمع بيقول له ايه. بقول يا اخ، مش بدلة شحاتة دي؟ ايوه. تبيعها؟ ابيعها؟ اه. وفيها ايه؟ اهو اي واحد يلبسها وتنفعنا في الشغل، واي واحد برضو يترحم عليه. خدها خدها يا عم قرار الفاتحة. ده الاستاذ نعيم عيسى كان بيلعب نفس الدور اللي الناس اللي بتلبس. كانت المسرحية النهاردة كلها الهدف منها ان يتقال وفاة ثورة 25 يناير، ده الهدف. تم حشد عمل مسرح كبير بديكورات بممثلين بأبطال بكمبارسات عشان يتقال ان النهاردة 25 يناير ماتت. مش مصدقني، نسمع عنوان الفيلم وناخد الفيلم واحدة واحدة. نسمع كده بقى معنى سياسي، معرفش ممكن يروق لناس ولا لا، او ناس ممكن تغضب منه ولا لا. وهو ايه بقى؟ إن وفاة مبارك يعلن في يومها وفاة ثورة يناير. ممكن ناس تشوف إن ده تزيد، بس أنا هقول لحضراتكم على حاجة، وداع هذا الرجل بهذا الشكل يعني أن الثورة عليه فشلت تماما ولم تحقق أي من أهدافها. وماله يا حبيبي؟ وماله يا اخويا؟ انتوا عايزين تعملوا عشان تقولوا فشلت تماما؟ وماله؟ ايه المشكله يعني؟ انا مش فاهم ايه المشكله يعني. طيب تعال نشوف بقى، اتعمل جنازه عسكريه لمبارك اللي اصلا عليه حكم في قضيه مخله بالشرف، فجنازه عسكريه لمبارك بمسجد المشير طنطاوي، اتعملت له جنازه عسكريه. لكن عشان نعمل الجنازه لازم نكرم الميت، واكرام الميت عند العسكر ان تشيلوا الطياره هليكوبتر، فجابوا له طياره هليكوبتر تشيل النعش. قال يعني المسافه بعيده من بيت مبارك او من مستشفى الجلاء اللي هي في صلاح سالم وبين مسجد المشير طنطاوي، يعني الحقيقه مش مفيش مسافه اصلا، ويقدروا يوقفوا البلد كلها، ودي مش مسافه اصلا. لكن كان في معنى
ان هو الرجل طيار، طيار، وهذا الطيار مش حمار يعني، طيار يعني، فيعني زي ما بدأ حياته طيار يختمها بقى بانه ينزل من السماء، نازل حسني مبارك من السماء. طب ما تنقلوه بعربية عادي يعني، ما سادات تتنقل بعربية، مع عبد الناصر اتنقل بعربية، ما الرؤساء الامريكان بيتنقلوا بعربية، ما السيسي ربنا يقص رجله الاثنين بيطلع بعربية عادي. لكن بص بقى، لازم بقى الطائرة تنزل من السماء وتحلق بروحه الغالية وتنزل علينا تهبط، عشان ده طيار. امال ايه؟ شوف الرمزية المباشرة، شوف الرمزية المباشرة، رمزية مباشرة جدا جدا. بص، نزلت الطيارة العسكرية عشان يبقى ايه، الناس تحت مستنياه، وهو الطيار اللي نازل من فوق نزل هبط بسلام الى ارض الوطن. امال ايه؟ بدأ حياته طيار، يختمها طيار في الطيارة. امال يختمها ايه؟ في تروسيكل؟ ما تفتح عينيك تاكل ملبن. طيب، كمان السيسي بقى بعد ما حشدوا كل الكومبارسات دي، كل ده كومبارس، حتى أسرة الرئيس مبارك نفسه كانت كومبارسات. بص بقى، اقف هنا مصر، اقف هنا علي الله، واحدة واحدة علي، كل ده كومبارسات بقى، وكومبارسات مش تاخد فلوس على فكرة. بص بقى، لبس بدل الجيش تلاقي، بدل السودة تلاقي، بدل المدنية تلاقي، والديكور موجود اهو، واوبن اير وكرينات وطي وعربيات ودرون وجو. عشان ايه بقى؟ عشان السيسي يلعب دور البطوله. هوب، خش على السيسي يا معلم. الاستعراض ده بقى عشان اللي قاله محمد الباز لاعلان وفاه ثوره يناير. تمام جدا، مفيش مشاكل. تعال نشوف الحقيقه. وتم حشد ممثلين بالمناسبه، يعني تم حشد ممثلين، وطبعا الممثلات البهواره بقى، البهواره بقى، والعياط واللبس الاسود والحاجات، تم حشد مجموعه من المواطنين الشرفاء عشان يحتشدوا ورا مبارك كده ويمشوا وراه ورا الجنازه. اتفرج نشوف كده. طبعا ما يمنعش، انا بقى نفسي ان شاء الله نحتل المكان ده، ان شاء الله في الثوره القادمه ان شاء الله ناخد المكان ده، مش ميدان التحرير، المكان ده، لان ده رمز عبد الفتاح السيسي. المكان ده بدعة من بدعة عبد الفتاح السيسي، مش ميدان التحرير، المكان ده هو. على كل حال، داخل الجنازة كان فيه هتافات لمبارك، نسمعها كده. مبارك حبيب الله، مبارك حبيب الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مبارك حبيب الله، مبارك حبيب الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مبارك ابن المنوفية الأسد، الله البلد اللي بتطلع رجالة، بتطلع أسود، كل الرجالة من المنوفية، عايزين ندخل يا جماعة. مصر هي أم الدنيا، وكل اللي خدموا في القوات المسلحة أبطال مش هينين. حسني مبارك بطل، وصاحب الضربة الجوية الأولى اللي فتحت باب الحرية وباب النصر. الله أكبر، ورفع الكرامة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، جنة الخلد يا أمبارك، الله أكبر، جنة الخلد يا أمبارك، هو اللي فتح باب النصر. جوار عبد الناصر، معك أنور السادات، أيوة، معك جوار عبد الناصر، معك يعني مجموعة من المواطنين اللي سمح ليهم، هي جنازة لا شعبية ولا بتاع، هي جنازة عساكر في بعضها بحضور الكومبارسات من الوزراء ومجالس الوزراء. لكن أنا بس عايز نركز في التعزية، عزاء مبارك. طبعا جابوا أسرة مبارك بقت كومبارسات، زمن، شوف الزمن، أسرة مبارك بقت كومبارسات. نشوف كده السيسي وداخل يسلم عليهم أهو. السيسي رايح الجعر اللي الزمن لما يهاتي خلى أعمى ساعاتي، دخل عليها. بص 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 بص، بيرجع السلام اهو. اتفضل، بس اقف هنا،
لا لا وقف لما راح لسيد سوزان مبارك. شوف هو مش طايق طبعا، هو مش طايق لا مبارك ولا ولاده ولا عيلته ولا احفاده. بص بص واحد وقف هنا، وقف هنا، وقف هنا، ده وقف هنا ابن لحظه بس، وقف هنا الواد ده ابن علاء مبارك. بص السيسي الواد بص له بصه، والسيسي بص بقى لما يقف مع السيده سوزان مبارك. بص بقى كمل 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 لسه ما تخافش. المفروض هنا يقف معايا ويقول لها بقى والباقي في حياتك وكان الراحل العظيم، ويقف معاها دقيقتين ثلاثه ويطول كده. لكن بص هيعمل ازاي، العب بقى الزمن الاصلي، العب الزمن الاصلي، العب الزمن الاصلي ما توقفش. بص خلاص اللي هو ايه بقى في حياتك، بقى في حياتك يا بومه، يعني اللي هو ايه العبوا تاني الزمن الحقيقي، العبوا تاني الزمن الحقيقي علي بالزمن الحقيقي. بص ابن علاء مبارك الواد واقف اول واحد اهو، لحظه واحده ادي علاء، ادي علاء اهو. بص لا لا هات علاء، انا اسف عداني علاء، عداني علاء يا جماعه، عداني علاء. بص علاء مبارك مفترض ان دول ولاد مبارك، اول واحد في الصف علاء. بص بوقف هنا، بص علاء وجمال ولا كانه عدى من جنبهم، ولا كانه ولا كانه عدى من جنبهم. هو كمان ما وقفش معاهم شويه، مش اللي هو يعني مش زي كده ما مبارك عمل مع جمال السادات في جنازه السادات. مبارك وقف مع جمال السادات ابن السادات وقعد كتير يسلم عليه ووقف معاه، وقف مع جيهان السادات وقعد يكلمها كتير. انما بص هنا ده علاء النجد الاكبر لجمال لحسني، وده جمال، ولا كانه ولا كانهم كانهم ولاد عمه. وبعدين الواد بقى بص ابن حفيد، الواد ابن علاء حفيد حسني مبارك، بص بص ازاي، وهو بص سيسي بيبص ازاي. انتوا دي الخلفه اللي بتفكروا بالعار، يعني دي خلفه مبارك اللي بتفكروا انه كان جعر وكان يحلم في يوم من الايام يسلم على علاء، كان يحلم في يوم من الايام يقابل جمال مبارك. بص شوف الواد حفيد بيبص له ازاي. نكمل بقى والزمن الحقيقي مع سوزان مبارك بقى، الزمن الحقيقي. اتفرج اتفرج، مفترض بقى يقف معاها شويه وازيك ويا هانم عامله ايه وتحت امرك في اي حاجه، ولو عايزه زيت وسكر هبعت لك السواق. مفيش حاجه مفيش حاجه. بص دلق الاسره كلها في ثانيه. طيب نشوف بقى ميكس لمقبره مبارك. كما قيل انا ما اعرفش يعني ما شفتش، لكن كما قيل ان المقبره بتاعت مبارك الحقيقه يعني معموله على طراز. نشوف كده تفاصيل او ميكس فيديوهات مقبره مبارك، نشوفها مع بعض. طيب جراف المقبرة دي كلفت كام بقى وكام؟ الناس قالت كده ما نعرفش، الله أعلم. أهو المكان مصر الجديدة، تكلفة 15 مليون جنيه، المساحة 1000 متر مربع، تاريخ الإنشاء 2010، رخام عالي الجودة، مقبرة قاعة لكبار الزوار، هاتف دولي، أساس فرنسي، سجاد إيراني فاخر، صالون أثري. ده الحقيقة تكلفة الله أعلم. نشوف الصورة بتاعت المقبرة بتاعت السيسي بقى، يعني هم بيدفنوا في مقابر بيحاولوا يعملوها دي بتاعت السيسي وامه. الفرق انا ما عنديش مشاكل، بس نشوف سيبك من الفرق، تعال نشوف مقبره مرسي عامله ازاي كده. ما هو ده كان رئيس دوله على فكره، غصب عنبوز عمرو موسى وغصب عنبوز اي كلب، هذا الرجل كان رئيس مصر. نشوف كده مقبره الرئيس مرسي وهي محاصره بالعسكر، متحصره مقبره الرئيس مرسي. لكن بص بقى اهو الرئيس مرسي منعت جنازته ودفن سرا، دي مقبرته، جنازة عسكرية وحضور رسمي، والاتنين كرؤساء مصر. الحقيقة انه منتهى الظلم، انما ما علينا. يعني تعال نشوف بقى تغطية الاعلام نفسه. صدرت اوامر للاعلام السيساوي كله انه عايزين ننفخ في الجنازه دي ونصور حسني مبارك عنه لسه غاسل ايده من حرب اكتوبر دلوقتي. بص لموس بتقول لك ايه، جنازه عسكريه ومشاعر مختلطه في اليوم يغلق فصل في صور التاريخ بنجاحاته واخفاء وانتصاراته وثوراته، اشاهد رجال مبارك يمشون خلفه ترى فيما يفكرون، شكرا للدوله المصريه على التكريم، رفعت راسنا في هذا التحضر،
أما الرئيس مبارك فقد رد الله لك اعتبارك ولو بعد حين. طب ربنا رد اعتبار من بتوع يناير، أنت بقى عملت معاه إيه؟ فاكرة يا لميس؟ فاكرة يا لميس؟ لموسة فاكرة اطلع فاصل يا ميدو؟ ما ده كنت أنت. فاكرة تحقيقاتك الصحفية التلفزيونية عن أملاك مبارك في إنجلترا؟ ما ده كنت أنت. نشوف الميكس ده بتاع إعلام مبارك الحقيقة مع وضد قبل وبعد، نشوف كده. الحقيقة النهاردة صحينا على خبر وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وللأمانة الشديدة جدا انتظرت الرد الفعل الرسمي بتاع الدولة، وأعتقد أن الناس كلها كان عندها حالة من الرضا بإعلان الحداد الرسمي وبالنعي الرسمي اللي أصدرته رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والبرلمان. طيب لماذا تعاملت الدولة المصرية مع وفاة الرئيس مبارك بهذا الشكل؟ أول حاجة هقول لك ما سبق وأؤكد عليه، أننا أمام أحد قيادات القوات المسلحة اللي قدم خدمات جليلة لهذا الوطن، وخلال فترة رئاسته قدم أشياء كثيرة جدا لا تستطيع أن تنكرها. مبارك كان يقدم المصلحة الوطنية على أي شيء آخر. مبارك كان يبغض الإسرائيليين ولم يكن يستريح كثيرا للأمريكان. أي رئيس جمهورية زي عبد الناصر وزي السادات زي أي رئيس دولة في العالم له ما له وعليه ما عليه، هو نفسه قال كده في آخر خطاب لي للشعب المصري. لكن لما نسترجع بقى ما حدث لرؤساء الدول أيام ما يسمى بالربيع العربي، مبارك الله يرحمه اتصرف تصرف الرجال وتصرف تصرف القادة، ما هربش خارج وطنه، وكمان ما تمسكش بالحكم ويدخل البلد في حرب من الدماء. محاولة لطمس ثورة يناير، كل الاستعراض الكبير ده وكل الكومبارسات اللي تم حشدها من الوزراء السابقين ومن كل الشخصيات دي كانت محاولة لطمس ثورة يناير. وانا عندي بس هنا كلمة، حسني مبارك الرجل ده اصلا تم عمله اسطورة على يد صفوة الشريف، وده اللي قالته فاطمة سيد احمد في المقال ده اهو في الوطن. قالت فاطمة سيد احمد ان اللي عمل اسطورة مبارك او اللي شارك في صنع الصورة او اللي اسس صورة مبارك كان صفوة الشريف اهو. عرض اغتيال الرئيس ومع تولي وزير الإعلام صفوة الشريف حقيبة الوزارة من عام 82 بدأ يرسخ لوضعه، ويعتبر هو مهندس تدشين الجمهورية الثالثة لمبارك مع بداية 89. الحقيقة انه صفوة الشريف كاهن صنع أسطورة إله اسمه مبارك، إله عند بعض الناس يعني. الآن السيسي بيحاول ينفخ في جنازة رجل بلغ من العمر 91 سنة نكاية في ثورة يناير فقط. فإذا مبارك اتعمل أسطورة من لا شيء على يد صفوة الشريف وإعلامه وتعليمه، والآن نفس النظام ده بيدفن مبارك الأسطورة بنفس الطريقة بالنفخ والاستعراض الكبير. أنا بس عايز أقول للباز أفندي، احنا ما بنعبدش ثورة 25 يناير ولا بنعبد 25 يناير، و25 يناير يا باز يا حمار يا ابو ركبة في دماغك مش مخ، 25 يناير ما كان الا وسيلة مش غاية. 25 يناير زيه زي 77 وزيه زي 68 مظاهرات فبراير 68. 25 يناير ده وسيلة، انما الغاية هي ان الشعب ده ياخد حقه. فاذا الغاية باقية، سواء بقت 25 يناير بقت 30 فبراير بقت 97 اكتوبر مش مهم، التاريخ احنا منعودوش، هتيجي ثورة تانية. بس احنا اتعلمنا من الاولى، اتعلمنا يا باز افندي من الاولى ان الثورة الجاية ما تسيبكوش انتو، لان لميس اللي فضلت شغالة لحد دلوقتي كان مفروض تتحاكم، لان عمرو اديب اللي طلعت موحن وقال اتضربنا بالجزم ومبارك عمل النهاردة بيبكي على مبارك كان مفروض يتحاكم، لان مكرم محمد احمد كان مفروض يتحاكم، لان جهاز الاعلام كله كان مفروض يتحاكم. لكن للاسف دي كانت ثوره طريه سابتكم لحد ما جيتوا تاني.
انتوا نفسكم اللي مدحتوا في مبارك الثوره. السيسي نفسه اللي اتكلم على الثوره كويس قوي هو نفسه النهارده بينفخ عشان يقول انتهت ثوره يناير. طيب انتهت ثوره يناير ايه المشكله يعني؟ فاكرين الشعب كده هيحبكم يعني؟ اوكي. انتهت ثوره يناير لكن لم ينتهي غضب المصريين. اطمسوا ثوره يناير زي ما انتوا عايزين. الشهداء اللي راحوا راحوا بصدق وكانوا مؤمنين باللي بيعملوه. مش مهم، اجرهم عند ربهم. لكن الغضب اللي عند المصريين موجود. ولما هيطلع يا باز افندي ليك انت وللسيسي وللكمبارسات اللي كانوا موجودين النهارده هيطلع ياكلكم بجد. لان احنا اتعلمنا الدرس. خلونا نطلع فاصل قصير ونرد دلوقتي على الباز افندي. هل ليه كل ده وهل فعلا ماتت الثوره ثم ماذا بعد؟ انا بس عايز اقول جمله للي بترحمه على مبارك. في كاتب اسمه سعيد الشحات بيكتب في اليوم السابع. شوفوا النهارده كاتب ايه كده عن سعد. فاكرين سعد اللي حكينا عنه من كام يوم؟ سعد حلاوه المواطن اللي احتجز مجموعه من المواطنين في وحدة المحلية في بلده اعتراضا على السفارة الإسرائيلية. شوف سعد سعيد الشحات كاتب عنه النهاردة بيقول إيه. السادات قال للنبوي إسماعيل ابعتوا لعبد الناصر بتاعه. ده مش أنا اللي بقول. السادات أمر بقتل سعد حلاوة. سعيد الشحات النهاردة كاتب في اليوم السابع الكلام ده. أمر السادات أصدر أمر أهو. سعيد الشحات يكتب ذات يوم 26 فبراير 80 النبوي اسماعيل وزير الداخليه في قريه اجور اجور الكبرى بالقليوبيه لتصفيه سعد حلاوه سعد ادريس حلاوه والسادات يطالبه ابعتوا لعبد الناصر بتاعه. ده السادات اللي انتم نافخين فيه وعاملين اله بيؤمر بتصفيه مواطن رئيس دوله بيؤمر وزير داخليه بانه يصفي مواطن اعترض على وجود سفاره اسرائيليه. السر ده ما طلعش غير النهارده. شوف السادات من مات من كام سنه ما طلعش غير النهارده. عشان كده انا بقول للباز ما فيش حاجه بتموت. السادات اتريق على عبد الناصر الميت وقال للنبي اسماعيل ابعته لعبد الناصر بتاعه. يعني صفيه وابعته لعبد الناصر في الاخره. لو النبي طلعها لي تاني ابعته لعبد الناصر بتاعه. دول عسكر في بعض. السادات بيتريق على عبد الناصر وبيقول لوزير الداخليه ده والسادات يطالبه ابعته لعبد الناصر بتاعه اقتله صفيه وابعته لبتاعه هناك في الاخره. دول العسكر رؤساء مصر. السادات بيتريق على عبد الناصر في اخرته ويؤمر بتصفيه مواطن اسمه سعد حلاوه اعترض على وجود سفاره اسرائيليه في مصر والسادات بيطالب وزير الداخليه بيقول له صفيه ابعته لعبد الناصر بتاعه. شوف شوف لغه السادات دي لغه عصابات. اقتله ابعته لعبد الناصر بتاعه. ده في اليوم السابع مش من عندي. هم دول الرؤساء اللي بيقفوا قدام بعض ويعمل لك انه كان زعيما خالدا. يا ترى ابعته لعبد الناصر بتاعه والامر بالتصفيه صدرت كم مره من حسني مبارك؟ واتجاه كم شخص؟ هنعرف. خلينا نطلع فاصل ونستقبل الصحفي الاستاذ سامي كمال الدين. جاي لك بمد ايدي عشان تقومي يا اللي انت اسمك من وريدي ومن همومي بحلم افتح الاقي ليلك راح وعدى أصله طالع في مصر النار. أهلا بكم ومعنا للتغطية على الاستعراض الكبير أو الشو الكبير اللي عمله السيسي النهاردة عشان يوقت ثورة يناير. معنا الأستاذ سامي كمال الكاتب الصحفي. أهلا بك يا أستاذ سامي. أهلا بك يا أستاذ محمد. ما هو تعليقك؟ خليني أسمعك بس إيه الهتاف للجيش بس اديني تعليق على الاستعراض الكبير اللي حصل النهاردة. الحقيقة هي محاولة من السيسي انه يرد الجميل لحسني مبارك
من ينكر أن عبد الفتاح السيسي هو امتداد لمبارك وأن مبارك هو امتداد للسادات وأن السادات هو امتداد لجمال عبد الناصر، أي امتداد للدولة العسكرية التي تحكم مصر من 52، ليس بالأسماء فقط ولكن بالأدوات وبالحكومات وبالأحزاب وبالتشكيلات. أنا شايف أن الدولة العسكرية ترد الجميل اليوم في هذا الاستعراض. النهاردة داء العسكري وداء المدني، زي ما ليو تولستوي بيقول أن الجندي مفروض يبقى أفضل في روسيا القيصرية، الجندي هو الأفضل هو الأهم من الطبيب والمهندس، لأن الطبيب والمهندس يحتاج إلى بندقية تحميه. ده فكر العسكر وده الفكر من أيام عبد الناصر اللي موجود دلوقتي. هم بيردوا الجميل، مرسي مات إزاي ودفناه بالليل من غير ما حد يعرف، والعسكري مات إزاي. أنا شايف أن ده فرق بين العسكري والمدني يا أستاذ محمد. طيب أنا بس قدام هنقف قدام مفارقة، أن الرئيس محمد مرسي رحمة الله عليه اتصلت عليه الجنازة بثلاث أربع أفراد، يعني اللي صلوا عليه الجنازة ابن ولدينه منهم عبد الله رحمة الله عليه ومنهم فردين كمان كده من بتوع المستشفى والحاجات دي. مبارك النهاردة اتصلت عليه الجنازة مرتين مش مرة واحدة. اتصلت عليه الجنازة أول مرة، وبعدين الراجل اللي اسمه حجاج ده هنداوي اللي هو الخطيب أو المقيم الشعائر في مسجد طنطاوي، لما حس ان الجنازه اتاكلت الصلاه اتاكلت راح مصليها تاني. صلوا على حسني مبارك النهارده الجنازه مرتين. طيب خلينا نشوف في الفيديو ده هتاف للجيش، نشوف كده. ده هتاف للجيش ودول المواطنين. خلينا نشوف عماد أديب كان قال ان وسيط مبارك الجيش يحكم 50 سنة. دي كانت كلام على لسان عماد الدين أديب لما كان بيتكلم على، نسمعه كده. وأستطيع أن أقول لك حقيقة سوف يصدم بها البعض، الرئيس مبارك لم يكن ينتوي أن يقبل أن يترشح ابنه الأستاذ جمال مبارك لرئاسة الحكم. أنا أحدثك عن معلومة أستطيع أن أنا أقسم بالله عليها وأدافع عنها بشرف الصحفي، قال لي بالنص، وهذا هو النص الذي كتبته لأنني أعلم أنني سأكون مع حضرتك، وتسمحي لي ألبس النظارة عشان أقراه بالضبط. تفضل أستاذ. لا يمكن لجمال أن يكون رئيسا لمصر، لأن مصر ليست سوريا، سوريا تحكمها طائفة، بينما مصر الضامن الرئيسي فيها هو الجيش. رئيس مصر ولمدة 50 عاما مقبلة لابد أن يكون من الجيش أو مؤيدا من الجيش أو ذو خلفية عسكرية، وهذا لن يحدث مع جمال. السادات نفسه على فكرة قال نفس الكلام، لأن هيكل قال أو كان قال هيكل إنه السادات قال الجيش هيحكم 50 سنة. أهو المنوفية والطيران، لماذا اختار السادات مبارك النائب له؟ هيكل يحكي. نطلع بقى على متن الخبر. هيكل حكى إن السادات قال إنه الجيش هيحكم 50 سنة قادمة، وعندما سئل هيكل لماذا كذا وأوضح هيكل أن أكتوبر كانت حرب كل الشعب، ورأى أنه إذا عين السادات مبارك نائب له يكون ذلك بمثابة عسكر الرئاسة، وكان قد سبق هذه الخطوة تعيين وزير الداخلية اللي هو ممدوح سالم رئيس الوزراء، وبذلك يكون السادات قد بولس عن البوليس الوزارة أيضا، وربما يصعب على الناس قبول أمرين. فأخبره السادات أنه مندهش من تردد هيكل في إدراك أهمية أن يكون رئيس مصر القادم عسكريا، ثم سأله ألست تعرف أن ذلك كان رأي المعلم، يقصد جمال عبد الناصر. بس هي ليها الحقيقة. وبرضو السيسي قال أنه هنحكم 30 أو 40 سنة، مش كده السيسي قال نفس الكلام يعني من عبد الناصر؟ نسمع كده السيسي بيقول إيه، نسمعه. الجيش لو نزل الشارع خلاص خلاص، نتكلم على مصر كمان 30 أو 40 سنة. احنا اصحابه واحنا عارفينه وعارفين قدراته، اللي انتوا شايفينه ده جزء قد كده من جيش مصر، قد كده بالظبط من جيش مصر.
في كتير قوي قوي قد كده، فمحدش يفكر ان يحل المسائل بالجيش. بقول لما انا عندي خيار اني ادمر البلد ولا اقف 10 15 ساعة قدام صندوق الانتخابات، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ده موضوع انتم ما عملتوهوش وما تعرفوهوش، ما تزعلوش مني يعني. ما تعرفوش يعني ايه دي تنزل الشوارع. انتم ما تعرفوش يعني ايه الجيش ينزل الشارع يضرب. ده مقاتل الوف دي بلد فيها 90 مليون. انا بس بتكلم عشان تبقى الامور واضحه، ده خطر شديد جدا جدا جدا. مش محاذير المحليه واقليميه والكلام ده، لا لا. الاصل في الموضوع هو الامن ومصلحه مصر بجد. الدوله تفضل دوله، الدوله المصريه تفضل دوله. ما نتعلمش بالثمن بعد ما نخش 10 سنين نقول ياه يا ريتنا ما كنا عملنا كده. ده موضوع مش حاضر يعني اخليك تشوفه بسهوله. ده كان كلام عبد الفتاح السيسي، انه 30-40 سنة. عبد الناصر قال الجيش يحكم، السادات قال الجيش يحكم، حسني مبارك قال الجيش يحكم. نعدي دي بس يا سامي عشان بس نخلص. النهارده كان في صور لرجال مبارك كلهم، احمد عز، زكريا عزمي، هشام طلعت، ابو العينين، احمد شفيق، احمد فتحي سرور. اهو نتفرج، ادي احمد عز وزكريا عزمي وهشام طلعت مصطفى وابو العينين. ده كان في كبار قاع الزوار. وفي كان كمان اللي جنب زكريا ده، والله ما اعرف، موسى مصطفى موسى مثلا. ده كويس، ده ترقى والله. موسى مصطفى موسى تقريبا يعني. هو هو تقريبا ترقى. طيب وعندك صور تانية، عندك وعندك فاروق حسني و لا 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 فاروق حسني كان موجود برضو، واحمد فتحي سرور. اصل دول لازم يبقوا اوفياء لدولتهم. السؤال بقى هنا، سؤالي هنا بس، هو ما جابش شويه الصور ما اعرفش ليه يعني. يجيبها تمام. السؤال بقى لاي حد اصبح السيسي قائد لرجال الدوله العميقه. انا اظن ان السيسي خلص على رجال الدوله العميقه في البدايه، وحط جمال وعلاء. لا في البدايه، في بدايه حكمه وحط علاء وجمال، اقدر اسجنكم واقدر اتصرف معاكم واقدر اعمل اللي انا عايزه، لحد ما جات اللحظه دي ان كل الدوله اللي هو السيطره على الجميع، سيطر على الثوار السجون، سيطر على الإخوان بحرقهم في ربعة، سيطر على التيار الليبرالي برميه في السجون 6 إبريل، اشتراكيون ثوريين، صوار يناير، والجزء في المنافي، ورجال مبارك تم تدجينهم بهذه الطريقة. أنت لو تشوف دول، أنا أظن أن عبد الفتاح السيسي لم يكن يجرؤ في عصر مبارك أنه يسلم مجرد سلام كده بثقة عن قرب لشخصية من الشخصيات دي، رغم أنه هو كان مديرا للمخابرات الحربية المصرية، بس كانت في دولة. ونتفق أو نختلف مع مبارك، وحتى أنا مختلف معك في البداية، أنت كنت تكلم عن خالد منتصر وتقول العلماني، وناس بتقول لك احنا بنحكم على مبارك دلوقتي وما نقولش الله يرحمه، يا جماعة ما ترحمش عليه، ويا جماعة يا جماعة نحن لا نعيش في دولة إسلامية. مصر ليست دولة خلافة إسلامية، مصر لا تعيش تحت حكم عمر بن عبد العزيز ولا فقه ابن تيمية، مصر أقرب إلى الدولة العلمانية. هذا هو الحكم الذي ارتضاه العسكر في مصر. إذن أنا لا أقيس حسني مبارك بأنه كان يصلي ويصوم وكان يؤدي الفروض، لا أقيس حسني مبارك أنه كان رجل طيب وبيطبطب ويدي الست اللي جنب الحيطة ربع جنيه ولا خمسة جنيه. أنا أقيم 30 سنة من حكم مصر، 30 سنة على كرسي، أعلى كرسي في الدولة المصرية. هذا التقييم الحقيقي لهذا الرجل يجب أن يبتعد عن العواطف ويوضع في سياق حقيقي يليق به. منذ جاء هذا الرجل ورأيناه على المنصة عام 81 في مشهد اغتيال السادات الشهير، حتى ميدان التحرير وإسقاطه عام 2011، هذا التقييم أنت متقيمش حسني مبارك أبو علاء وجوز سوزان وأبو جمال، أنت تقيم رجل حكم مصر وتمت عليه ثورة شعبية وبناء عليه. أنا أرى أن حسني مبارك كما البشر جميعا وكما عبد الناصر والسادات بدأوا بدايات طيبة في حكم مصر. هذا الرجل الذي دخل السياسة من خلال صفقة الميراج التي أرسله عبد الناصر لعقدها، حيث كان القذافي يريد
عقد صفقة مع الدولة الفرنسية لشراء طائرات ميراج، فأرسل حسني مبارك ومجموعة من الضباط اللي كانوا في قطاع الطيران عشان تتم الصفقة دي. دخل ميدان السياسة لما قامت خناقة بين الضباط المصريين اللي معاهم باسبور ليبي بيتفاوضوا على صفقة الميراج وبين الحكومة الفرنسية، تدخل مبارك لحل الأمر. هنا بدأ مبارك. كيف أنا عرفت مبارك وأنا من الجيل الذي ولد ونشأ وتربى وترعرع وشاهد مبارك؟ لم نشاهد أي رئيس آخر سواه. رأيت من كتاب خريف الغضب حين عرفت أقرأ أو عرفت القراءة لمحمد حسنين هيكل في جملة لم يجب عليها أحد حتى هذه اللحظة. قال هيكل في نهاية الكتاب أن اغتيال الرئيس أنور السادات لغز الإجابة لديه متوفرة لدى نائبه حسني مبارك. لم يجب أحد، ولا هيكل نفسه ولا أي شخصية عسكرية وسياسية عن هذا السؤال. كيف دخل خالد الإسلامبولي ورفاقه بالإبر بتاعت الضرب واتقتل السادات، وكيف نجا مبارك اللي كان في الكرسي اللي وراه أو اللي جنبه؟ هذا سؤال لم يجب عليه حتى الآن. بعد ذلك مبارك اتبع نفس سياسة السادات مع أمريكا وإسرائيل. مبارك قام بدور عظيم في تحرير طابة. مبارك قام بدور عظيم في المحور الإقليمي في قمة مصغرة عقدها مع القذافي علشان الصومال والقضايا الإقليمية. ثم تدهور الحال بمبارك وتدخلت سوزان وجمال وأولاده في الحكم، وصل إلى ما وصل إليه. نحن نحكم على مبارك في آخر 10 سنين من حكمه، وهذا لا يجوز، حتى عيب في حق مصر مش في حق مبارك نفسه. فأنت ما تقيمليش مبارك النهاردة أني نفق، لا قتل، لا شهيد، لا، أنا مش قضيتي، ليست هذه هي قضيتي، هي قضية وطن أضاعه هذا الرجل، أضاعه لأنه حكم عسكري، لأنه امتداد لحكم عسكري. هذا الرجل أحد أسباب القضاء على التجربة الديمقراطية التي كادت تكتمل في مصر رغم خلعه ورغم سقوطه في 2011. ساهم هؤلاء اللي انت عرضت صورتهم في اكتمال المشهد مع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للوصول إلى هذا المنحدر اللي وصلت لي مصر. حسني مبارك له ما لنا، وعليه ما أخذه منا. حسني مبارك أخذ من هذا الوطن قيمته ومكانته وقزم قيمته. حين تقارن بين السيسي ومبارك العيب، يعني لا يصح قلة أدب أن أنت تقارن عبد الفتاح بلح الدول بحسني مبارك اللي كان أي دولة في الخليج تضرب له تعظيم سلام. حسني مبارك، لكن أنا عندي مشكلة يا سامي في خطابك وخطاب الناس كلها. يعني لماذا حصر الموضوع في حسني مبارك نفسه؟ الصورة أبلغ، يعني أشد تعبير، الصورة وهي صورة واحدة لكن في صور كتير قوي لفاروق حسني والفتح سرور. الصور اللي انت ما عرضتهاش على حد دلوقتي يعني أبلغ دليل على أن الموضوع يعني لم يكن شخص، لم يكن مبارك. بمعنى يعني ليه الباز أفندي وليه إعلام السيسي وليه إعلامنا بيتكلم عن شخص اسمه مبارك؟ يا أخي أنت بتتكلم عن السلامات يوسف السباع وتقول ده دي دولة، دي دولة نشأة الدولة. لحظة، لا، دي دولة، دي دولة، دولة لازالت موجودة. صحيح، دولة مات واحد اسمه حسني مبارك. صحيح، لكن وجود زكريا عزمي وجود أحمد عز وجود الناس دي قاعدين في الجنازة كده وماشيين في الجنازة، ده معناه أن الدولة قائمة. أنا أظن يعني الموضوع مش شخصي. أنا أظن أن عبد الفتاح السيسي خلص على الدولة العميقة بطريقة واحدة، اشتراط ألا يمس فرد منهم في أمواله وحياته. ما تعرض الصور يا مصطفى الأخير في مال، يعني الصور دي ماذا تمثل لك؟ صور وجود فاروق حسني، أحمد فتحي سرور، زكريا عزمي، أحمد عز، ماذا تعني الصور؟ أنا قلت لك الدولة العسكرية ممتدة من عبد الناصر للسادات، يعني الدولة موجودة لعبد الفتاح هم السيسي. يعني الدولة موجودة أهي لم تنتهي دولة. أدي فاروق حسني واقف أهو، وأدي أنس الفقي، وادي اسمه ايه قريبه سوزان اهو جدع اسمه ايه اللي هو منير ثابت. يعني رجال اهو، رجال هذه القاعه كانت بها رجال اخر تشكيله رئاسه وزراء. وادي اهو، وادي الاخ مصطفى الفقي، مصطفى الفقي كل عصر وكل دوله، وادي الجدع ابو لمعه. يعني هذه دوله موجوده زي ما هي. بص، وادي الراجل ده كان محافظ القاهره، كان وزير. وادي ادي، بص ده الوزير اهو اسمه ايه، شوف دول كانوا وزراء. ادي فتحي السرور اهو، وده كان وزير بترول الرجل ده اللي كان موجود ده. اتفرج، دي دولة موجودة زي ما هي. اذا الموضوع مش مبارك. قال يا احمد نظيف اخر رئيس وزراء قامت ضده ثورة شعبية عارمة. السؤال، ادي فاروق حسني. السؤال، هل هذه الدولة هي التي تحكم؟ يا سيد الفاضل ماشي الرجل، مشي مبارك، مبارك مشي، يا ريت دول بيحكموا.
للأسف يعني خلينا اللي احنا خرجنا على مبارك نقول يا ريت هؤلاء الفسدة يحكموا يا ريت لأنهم كان لديهم عقل كان لديهم يا أخي ماشي يعني الموضوع يعني أنا قصدي ليه الموضوع مش شخص هناك دولة صحيح. معابد للكاهن وللإله بتقام فيها البخور والراقصات إذا أنت عرفت الإله تستطيع أن تعرف عباده بالظبط يعني ده اللي بقول عليه هل نحن نعرف مبارك يعني أنت فكرتني الواشنطن بوست في 7 أكتوبر تقريبا سنة 81 قالت وقد يكون رئيس الجمهورية القادم بعد اغتيال السادات في سبتمبر بين 81 قد يكون الرئيس القادم هو نائبه حسني مبارك الغريب أن الكثير يتحدثون عنه ويعرفونه لكن لا أحد يعرف شيئا عن هذا الرجل وأنا شايف أن مبارك قعد 30 سنة قعدنا نحن نقول البقرة الضاحكة والشكل اللي شفناه وصورته لكن نحن لا نعرف شيئا عن هذا الرجل وهذه الدولة يعني هذه الدولة اللي قعدت 30 سنة تحكمنا بهذه الطريقة نحن لم ندركها جيدا ولا نعرف قيمة يا رجل عملوا لنا إعلام معارض يعني شفت أنت إبراهيم عيسى عمل لك يعني إزاي هو استطاع أن يضحك عليك ويخدعك ويمشي الأمور بالطريقة دي فهذه دولة عميقة سيطرت ده اللي بقوله بقى يعني الموضوع مش يعني حتى ان حسني مبارك عليه قضيه انها قصور الرئاسه الوحيده اللي اتحكم له 3 سنين ماشي بس اي قضيه تانية بس هذه القضيه مخالفه للشرف صحيح نسمع راي القانونيين ان القضيه دي والحكم اللي خده حسني مبارك حكم نقض نهائي كان يمنع قيام جنازه عسكريه تعال نسمع او نشوف راي قانونيين خبراء قانونيين يخرجون عن صمتهم مبارك لا يستحق جنازه عسكريه ده قانونيين قال الكلام ده ناس بتوع قانون اهو الشبكة العربية قانونين يخرجون عن صمتهم مبارك لا يستحق جنازة عسكرية مالناش دعوة بالمسائل الشخصية بتحبه بتكرهه مات عاش قعد هات التفاصيل يا عم اعلن عدد من القانونيين ورجال القانون في مصر عن عدم احقية الرئيس الاسبق حسني مبارك لإقامة جنازة عسكرية وبحسب ما ذكرته صحيفة المصري اليوم عن ناصر امين عضو المجلس القومي لحقوق الانسان فان مبارك لا تنطبق عليه شروط اقامه جنازه عسكريه لان الحكم الجنائي النهائي ضده يمنعه من ذلك ايا ما كانت العقوبه واضاف امين ان مبارك قائد عسكري تم الحكم عليه بجريمه جنائيه منوها ان اقامه الجنازه العسكريه ترتبط بحسن السمعه والسلوك طيب واوضح ايضا الاستاذ جمال عيد ان من حيث ان مبارك يسقط حقه في اي جنازه عسكريه او المعاش لانه قضى حكما نهائيا ولم يرد اليه اعتباره وأوضح عيد أن رد الاعتبار هي الحالة الوحيدة التي كان يستطيع مبارك من خلالها الاحتفاظ بالنياشين والأوسمة وإقامة الجنازة العسكرية لحظة معلش والنبي هات سور أول الجنازة كده أول لقطة للعساكر المشاة الفرسان هم ماشيين بالمعش عايز أشوف حاجة كده لأنها تهمني يعني لا سيبك من الطيارة نزلت وسيبك من البقف بيسلم على الناس وبينتقم منهم سيبك من القصة دي بص على مبارك ما صدق رفع ايده من ايده كانت في بقك وتقسم لغيرك لا انا عايز الجنازة نفسها بقى ايوه اول ما هيمشي الجنازة اول ما تمشي اول ما الجنازة تمشي على طول راس الجحش وراها على طول اهو راس الحمار اول ما تمشي الجنازة على طول لا انا عايز الخيل يعني مشهد الخيل ولا جنازة شعبية ولا اي حاجة هي دي بس شكرا وقفنا طب معلش علي امشي شويه معلش امشي شويه انا غلطان امشي شويه معلش امشي شويه بس في حاجه عايز اقولك عليها كمل مع الخياله دي افضل كمل مع الخياله كده لحد النهايه لا يعني عايز اوصل لايه بقى انه اي رئيس بيموت بتبقى قدامه صف الناشين يعني في عساكر ماشيه ناشين بتاعته صحيح لازم طبعا يعني العساكر الجنرالات الكبار لازم يبقى في صف عساكر كده حسب ناشين يبقوا حاطين ناشين كده وماشيين بيها ولو جبت صوره السادات هتلاقي كانوا ماشيين بالناشين بتاع السادات فين ناشين حسني مبارك صح شوف راجل ناشين صح بس انت وجمال عيد بتقولوا هو اي قانون هو في قانون اساسا هو في قانون بيطبق الان انت في شبه دوله كما قال عبد الفتاح السيسي بس الناشين يعني بتبقى قدام الخياله مش وراها كده يعني بصرف النظر على البروتوكول بس يعني انت بتكلم عن قانون فين هو ايه القانون اللي طبقه عبد الفتاح السيسي ايه القانون اللي تم في هذه الدوله اللي بيشير انها فيها قانون هو القضاء دلوقتي يا اخي حتى القضاء ايام مبارك
قبل ما يتدهور به الحال في اخر 10 سنين كان في قضاء في مصر. احمد الزند احمد الزند قال كده، قال لك كان ايام قضاء للقانون كلمه. اخي مبارك لا يستحق نزع عسكريه، ده تقرير، ده اتفق قانونيين اهو انه لا يستحق كونه رغم كونه احد الضباط السابقين وذلك لصدور حكم نهائي. ده المصر اليوم وحذفته اهو، المصر اليوم حذفته الصفحه المطلوبه غير متاحه يعني المصر نزلت راي صح وراحت حذفاه. طيب على كل حال ده كان راي القانونيين، واتكلمنا على فكره انه الدوله العميقه. تعال نشوف الحقيقه الصهاينه، الاخوه الصهاينه مش الاخوه يعني الصهاينه مبسوط يعني نعم حسني مبارك ادي مبارك في عيون اسرائيليه او عيون اسرائيل. هو كان وصفوه قبل كده بانه كنز استراتيجي. بس انا اعتقد ان مبارك يعني في الموقف الاسرائيلي هو اتبع نهج السادات ونهج اللي تم يعني نهج انور السادات، لكن مبارك كان ضد الاستيطان وكان ضد تهويد القدس الحقيقه. بس يعني بيقول ايه مبارك كان ابن الحقيقيين لمصر وكان ساعتها الراجل اسمه ايه كوهين بيقول لك السيسي صهيوني اكتر مني ومنك لفرنسا 24 يعني انت قصدك وطنيا ايوه مبارك. لا ما هو مش وطنيا يا جماعه، انا ما بقولش حاجه يعني احنا مش بننخع ولا بنهبد ولا حاجه من دماغنا. هو كان ضد تهويد القدس صحيح، مبارك كان ضد هذا الامر، مبارك هو من استرد طابه، مبارك شارك في حرب 73 بينما عبد الفتاح السيسي لم يحمل سكينا، لم يقود كتيبه، لم يكن قائدا في اي حرب. يعني انا بتكلم انه لا في مواقف، مبارك قتل الثوار، دمر مصر، عمل عمل عمل، بس تقول لي طب هو واسرائيل، اقول لك كان ضد تهويد القدس، كان ضد الاستيطان. مبارك عمل كارثه في اوسلو واكبر عرفات انه يمضي على هذه الاتفاقيه المعيبه المخله بالشرف العربي، صحيح. فانا اقول ما له انا زود لك بقى مبارك، انت عارف ان الانفاق اللي بيننا وبين غزه اتصنعت نعم. تحت اداره الجيش نعم وتحت اداره عمر سليمان وطنطاوي وتحت طنطاوي تحديدا، وفي وثيقه من ويكيليكس مسربه بتقول الكلام ده، وعمر سليمان بيقول انه احنا يا جماعه يجب ان اسرائيل في الاخر عدونا، لازم نخلق لهم عدو او ناس موجوده. ايوه فانت هو راجل كان بيلعب سياسه، انت عندك دهول موجود يعني هو كان بيلعب سياسه حتى مع الصهاينه، لكن هو عام ماضي السادات اتفاقيه في 78 79 ففي اتفاقيه هو مش عليها اللي هي يمشي عليها اي رئيس على فكره جه بعده للاسف يعني للاسف يعني. طب نشوف افضل الى ما قدم، نشوف الفيديو جراف ده. كده زي بتاع الساعات اللي بيبيع ساعات في حسين دينا هشام مبارك واخد قلاده النيل ولا دينا هشام مبارك بتهزر؟ لا طبعا. طيب اهلا بكم. على كل حال خلينا نشوف حصاد مبارك بقى في ال 30 سنه. اصل انا كنت بتكلم مع سامي عشان بس الناس الناشين اللي ماشيه قدام مبارك دي مش بتاعت مبارك، لا تليق بمبارك. انا بقول له ده لو صول في الجيش هياخد ناشين اكتر من دي. امين شرطه. مبارك يا جماعه حضر الاستنزاف، مبارك حضر 67 وحضر الاستنزاف وحضر 73 وقائد سلاح طيران يعني عسكريا مبارك حصل على اعلى الاوسمه العسكريه من 67. مبارك طور المدرسه الجويه اللي هو الكليه الجويه، مبارك طور سلاح الطيران في مصر، مبارك يعني لا انت بتتكلم على محارب يعني انا مع سامي تيجي عند الحته دي وحرام. لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. مبارك في دي ناشينه مع الديل بتاع كده زي الواد اللي بيبيع ساعات والله العظيم مع الديل بتاع ساعات كده يقول لك دي مبارك دي. على كل حال نشوف بقى فساد مبارك في ال 30 سنه. اول حاجه نشوف ما فساد مبارك السياسي والحقوقي، ده اللي هو كان ده افضل ما قدم. نشوف بقى فساد مبارك الاقتصادي في 30 سنه، نشوفه كده.
سامي كمال الدين، أداة حصاد مبارك في 30 سنة، هل لديك تعليق؟ عشان بس الباز يبقى فاهم، يعني مبارك عمل إيه؟ هي والأخت وفاء عامر. وفاء ليه عندك عادة وفاء؟ أصل وفاء دي كانت رقاصة الأول زمان، كانت ساكنة في الهرم. أنا ما أعرفش. أقول لك كانت ساكنة في الهرم قدام السينما. كانت صديقة عزيزة هي وزوجها يعني. والله لا كانت رقاصة، بدأت حياتها رقاصة. بس هي يعني ما عنديش مشاكل، بس هي نازلة من الميكروباص. ده في العزة؟ في العزة نازلة من الميكروباص. يمكن أمنياً. لا ما هو بقى جمعوهم. الأوردر جالهم تتجمعوا وهتاخدكم عربيات شركة سياحة تويوتا أهي زي ما أنت شايف حضرتك أهي. فهي نازله تقول لك وجايين نعزل الرئيس مبارك حاج وفاء. وطبعا طبعا سبح السبح تشتغل دلوقتي متحباه يا خدام. يعني انا ما عنديش مشاكل وفاء تحب يحس مبارك، انت حره بصراحه يعني، لكن تروح تشتمي الشباب. انت عارف شتمت اللي زيك؟ والله العظيم انا عارف. انا شتمتني قالت انا إيه؟ شتمتني لا عارف قالت كده إيه؟ قالت الناس اللي اتولدت لما حسني مبارك ماسك كنتوا ده انتوا كنتوا لسه بالبامبر لما كان حسني مبارك ماسك. تعرفوا منين انتوا فساد ومش فساد؟ ما احنا عشنا الفساد، احنا عشنا المرحلة. بالعكس ده الأجيال الأجيال السابقة يا أخت وفاء ما عرفتش الفساد، احنا عرفناه، احنا عشنا الفساد. ولما نزلنا للأب مبارك عشان نشيل حبيب العدلي وجهاز أمن الدولة والفساد والظلم اللي حاصل لعماد الكبير والدولة الفاسدة، للأب مبارك اللي كان يعني على فكرة كان طموح الناس في بداية يناير مش شيل حسني مبارك، كان طموحهم شيل حبيب العدلي وأمن الدولة. فعد أوامر لقتل الناس وقتل المتظاهرين. طيب نتكلم على الاقتصاد. ده اللي عملوا في الجيل. نتكلم على الاقتصاد. تعليقك على الاقتصاد وإن حسني مبارك في خلال 30 سنة دمر اقتصاد مصر بالكامل. أين اقتصاد مصر بعد 30 سنة؟ أظن هو مبارك ساهم في تجريف مصر عبر عدة أشياء، عبر الغاز صفقات مع صديقه حسين سالم وباعه للصهاينة بثمن بخس، ودي كانت واحدة من الجرائم الكبرى التي ترقى إلى مرتبة الخيانة. مجموعة من رجال الأعمال زي هشام طلعت مصطفى وأحمد عز ودول اللي سرعوا بقيام الثورة على مبارك، مجموعة من زي ما خرجوا فلوسهم في بنوك سويسرا أحمد عز وهشام طلعت مصطفى ومن على شاكلته. أولا يعني هشام طلعت مصطفى أنا لو أنت تفتكر كان المتر في الرحاب ومدينتي مش عارف بياخدوا بجنيه ولا بكام، فاهمني؟ ومية كهرباء مواسير كل حاجة مجانا بتتوصل له، لا بيدفع مرافق للدولة ولا بيدفع حاجة. كانت دولتهم، كانت دولة رجال الأعمال. وأنا أظن أن مبارك وسوزان تسامح في هذا الأمر لوصول جمال إلى الحكم، علشان جمال مبارك يوصل للحكم كان يجب أنه رجال الأعمال يعملوا مشروعات للفقراء زي ما شفنا جمال مبارك كان بيروح لعجوزة يفتتح مشروعات لبيوت الفقراء وشقق سكنية ليهم، فده كان من رجال الأعمال. فلازم نقول أن جمال ده بيعمل خير أو بيعمل حاجات اللي بيعملها رجال الأعمال، مقابل ده هسيبكم تفتروا وتاخدوا أراضي تعملوا مشروعات تنشئوا. طيب ثقافيا، ثقافيا الحقيقة مبارك أكمل الدور اللي لعبه عبد الناصر والسادات في أنه يشوف المثقف. عبد الناصر والسادات كانوا بيقروا، والسادات بدأ حياته صحفي في الجمهورية، اشتغل صحفي معه وكان صديقه زكريا الحجاوي وكان محمود السعداني وكان عنده علاقات وكده. عبد الناصر طبعا كان يقرأ أيضا. مشكلة مبارك أنه لم يكن يتحمل قراءة الكتب وكان لا يؤمن بالكاتب أساسا ولا بالكتابة، وكان فاكر أنه الكاتب ده واحد بنجيبه حتى في كتاب مبارك من زمان ومصر إلى الميدان بتاع هيكل. بيقول هيكل القصة مهمة جدا عن غير أنه هو بيقول له تعالى شغلك مستشار ليه، قال له أنا عندي كتب بطبعها في لندن في دار نشأ، قال له إيه ده كتب بيجيب فلوس يا هيكل. فغير كده بيقول له مبارك هيكل سيادة الرئيس كنت أود الاعتذار عن هذا اللقاء اليوم وتأجيله إلى بعد غد. فمبارك قال له ليه؟ قال له لأن في وزارة أنا سمعت إن أنت بتناقش الوزارة الجديدة وهتعلن الأسماء غدا، فقد يصار اللبس والكلام إن أنا برشح لك ناس وحاجات كده والصحفيين ينقلوا كلام غلط. قال له ما ينقلوا، دول بتوع هجس. قال له إزاي؟ ده صحفتك وفيها شيوخ المهنة. قال له سيبك منهم، الصحفيين كده كده بيزوروا وبينقلوا أي كلام، فأنا عايزهم يخبطوا ببعض وينقلوا حقيقة كذب عشان الناس تكشفهم وتفضحهم. فهيك قال له دول الصحفيين بتوعك، يعني أخبار أهرام جمهورية بتوع السلطة بتاعتك. فلم يكن هيكل يرى، لم يكن مبارك يرى في الصحفي أو الكاتب قيمة قدر ما أن يكون ماسح بوخ أو للسلطة. بس السادات لا كما يسمونه الفندق الأرزال بس خد بالك في مشهد مهم هنا سواء للصحافة أو الثقافة. لما مسك مبارك الحكم في مشهدين يعني يتقافز في الذاكرة عندي. المشهد الأول في 81 لما استقبل فؤاد سراج الدين ومحمد حسين هيكل ونول السعداوي المجموعة واتفقوا أن فؤاد هو اللي يتكلم. المشهد الثاني مشهد محمد حسني مبارك الرئيس الذي بدأ حياته لسه في أول سنة كده
وقال للمجموعة دي أنا هتسامح ونفتح صفحة جديدة، وهو يستقبل توفيق الحكيم على سلالم القصر الرئاسي أو القصر الجمهوري، أو هو يودع، عفوا هو يودع توفيق الحكيم، ومشهده وهو يقابل الموسيقار محمد عبد الوهاب. يقارن هذا بمشهد عبد الفتاح السيسي وهو يجلس على ميمنته وميسرته يوسف القعيد وجمال الغيطاني الله يرحمه، وهو بيقول لهم أنا الكلام عندي بيعدي على فلاتر، فلتر الخير والحق وفلتر العبط وفلتر الهبل، الحاجات اللي قالها دي يا أخي شتان، يعني في فرق كبير. يعني الأول كنا بنقول بس هو في أنت بتظلم على فكرة السيسي، أنا ما الوقت خلص بس أنا هدافع عن السيسي هنا، لأنه ثابت تاريخيا أنه حسني مبارك قعد ست سنين نائب رئيس للسادات. صحيح. في هذه الست سنين كان حسني مبارك، ودي الأمانة تذكر، كان له جولات في أوروبا وفي الوطن العربي، حسني مبارك كان له اتصالات عالمية ودولية. صحيح. ست سنين لو حسني مبارك دخل كلية السياسة والاقتصاد كان يقعد 4 سنين. تمام. ده دخل عالم السياسة وعالم الاقتصاد دخله في 6 سنين. إذن الرجل اتدرب. أي لكن دور مدير المخابرات الحربية أهم وأكثر اتساعا وانتشارا من نائب الرئيس. لا بس زي واحد قعد 6 سنين نائب رئيس. بص هقول لك حاجة عشان ما تقولش إن إحنا بننافق مبارك، ده ليلة سقوط الرئيس أحد الكتب اللي أنت قريته. ده يوميات في ميدان التحرير وكتابات ضد مبارك من 2008. تمام. إحنا ما كناش معاه، لكن إحقاق الحق اللي أنت بتقوله. أنت ليه بتدافع عن نفسك؟ حصل. لا بإحقاق العقص الناس بتفتكر. يعني يفتكر أنا مش علاقة من الناس يفتكر عايز يفتكر. يعني أنا مش علاقة مش همشي ورا الناس تفتكر إيه. أنا قصتي حسني مبارك اشتغل نائب رئيس للسادات 6 سنين في ظرف تاريخي. في الست سنين دي بقى السادات مضت فئة سلام. في 6 سنين دي السادات قلب مصر من شمال ليمين. في 6 سنين السادات حول الجيش المصري من عقيدة الروح القتالية إلى الروح الدفاعية. تحولت وزارة الحربية من وزارة الحربية إلى وزارة الدفاع. أقول لك حاجة صغيرة. فاكر اغتيال أديس أبابا سنة 95؟ أيوه. اللي اتهموا فيه الشيخ إسلام الغامري دلوقتي إنه هو عامل. من ذهب لاستقبال السادات من دعاء وشيوخ دين وعلماء ومفكرين؟ السادات مبارك قصدك. مبارك. من راح الشعراوي؟ ده الشيخ ده واحد منهم. آه. جميع النخبة والشيوخ والموجودين. خد بالك من فتح المجال العام لجماعة الإخوان المسلمين لتوجد وتترشح في البرلمان هو حسني مبارك، ومن أعاد حزب الوفد إلى الحياة السياسية حسني مبارك، وهو الذي قتلنا في ميدان التحرير أيضا. أيوة. يا جماعة ده بشر، يعني البني آدم بيكبر طفل ويبقى شاب وكاهل وعجوز. أنت لو جريت ورا الرعاع ورا الناس اللي مش شاهمة هتقعد بقى تدافع عن نفسك في كل حاجة. أنا بوضح للأمانة الفارق بين السيسي وحسني مبارك إن السيسي حسني مبارك لعب دور نائب رئيس 6 سنين. هذا الرجل جابوه كده بعبطه برملته حطوه في الرئاسة أو بانقلاب عسكري خلصت. يا أخي اسمع خطب مبارك والمشير طنطاوي واسمع خطب السيسي. لكن الاثنين احنا في كارثة والله، مصر في كارثة. لكن الاثنين هو كرسي الرئاسة، كرسي الرئاسة صعب. هتختم؟ هقول لك قصة صغيرة في مينت. اتفضل. حكاها الأستاذ هيكل، وعارف ان عم محمود السعدان الله يرحمه مربيني، انت اكيد عارف القصة. محمود السعداني جه الهيكل، هيكل كنا بنتدرب لما سافرت لندن ادرس صحافه على حسابه والله يرحمه يعني. فقال لي انا عايز احكي لك قصه على عمك محمود. قال لي مره جاني محمود مكتبي اللي عند الشيراتون ده من غير ميعاد، واستاذن منير عساف مدير المكتب ودخل وقفل الباب. اللي بقول لك يا هيكل، قلت له في ايه يا محمود؟ مالك في ايه؟ قال له انا لسه جاي من عند الرئيس دلوقتي مبارك. قال له خير؟ ده شيء عظيم. قال له تخيل يا هيكل، بقول لمبارك يا ريس في نهاية اللقاء، يا ريس الكرسي اللي انت قاعد عليه ده قاعد عليه رمسيس الثاني وقاعد عليه عبد الناصر وقاعد عليه أنور السادات. لقيت مبارك بيقول لي لو عجبك الكرسي خده مفيش مشكلة. ده بلخص لك مبارك مع الثقافة. ده صحيح. وعلى فكرة طب انت بمناسبة انا اختم بقى، لما كان مبارك بفتح لازم تخدم برنامجك طبعا. لما كان بفتح قصر يعني الغوري جابوني انا تدربني بنت من معهد جوتا على صور للقاهرة سنة 1800. فالبنت عماله تقول لي ده ميدان كذا وتشرح لي. فصلاح عنان وهو فنان تشكيلي مشهور، فنان رائع طبعا، راح قال لها دخل كده قال لها بقول لك ايه ده حمار على سيس على مبارك، ده هيسيب الصوره كلها ويقول لك الخشب ده حبيبي ولا كاش. فهو كان مشهور عنه انه راجل جاهل. لا ده هو ضد جاهل. طبيعته كده، طبيعته كده. على كل حال بشكر الاستاذ سامي كمال الكاتب الصحفي، وسنمضي ايضا وهنستكمل مع بعض ملف الحسني مبارك اللي بالتذكره بس. حسني مبارك 30 سنه أفسد مصر سياسيا واقتصاديا وثقافيا. ما ننساش حسني مبارك ده شيوخ قتلوا على إيده، ناس قضت عمرها في السجون على إيده. ما ننساش أن حسني مبارك ده قفل جرايد وصادر كتب وقصف أقلام
عشان بس الناس اللي هي مغرمة اللي حصل في الشعب تجربة الشعب اللي إنما هو. كمان عندنا حسني مبارك اللي كانت قضية العبارة وهنشوف هدية أو صورة مأخوذة تحت مياه البحر الأحمر لفستان طفلة هو ممدوح إسماعيل كان هدية مغترب عائد لوطنه على العبارة 98 بتاعت حسني مبارك. بمناسبة العبارة 98 دي بس عايز أقولها، العبارة كان اسمها سالم إكسبريس. طبعا السلام إكسبريس. سلام إكسبريس. ده اللي مولد فلوس اليوم السابع عشان تنظف ممدوح إسماعيل. اسمع القصة دي بقى. اتفضل. في معرض الكتاب حسني مبارك كان بيلتقي بالكتاب والصحفيين. فوقف علي سالم كل كاتب أهي الصورة يا شباب دي صورة هدية فستان كان جايب واحد أب من السعودية من السعودية أو من حقيقة من السعودية لطفلته غرق بيها في البحر الأحمر في العبارة سالم إكسبريس. هذه الحكاية أشهد الله عليها. حسني مبارك كان قاعد بعد العبارة دي ما غرقت في معبر سالم إكسبريس، كان قاعد في معرض الكتاب. تمام. فطلع علي سالم بيقول أنا اسمي علي سالم وعايز أسأل سيادة الرئيس سؤال. فحسني مبارك قال له اسمك علي سالم إكسبريس؟ ها ها ها. بالمناسبة إن علي سالم كاتب ساخر مسرحي لأنه بيحس لا ده في مشهد ليه مع فلاح بيسخر من محمد بيسخر من مأساة في مشهد لحسني مبارك بيزور فلاح فبيقول له بتشتغل إيه؟ قال له بشتغل على معدية عبارة صغيرة بعدي الناس بعشرة سنة قال له بتغرق الناس عبارة اللي بتغرق دي ببساطة متبلد المشاعر يعني على كل حال ده بس كان حسني مبارك. خلينا نستكمل ولكن بعد فاصل قصير. اهلا بكم. لتصحيح بس انا كنت بتكلم على العباره سالم اكسبريس، سامي كان بيتكلم على العباره السلام، ودي فرق كبير عبارتين يعني عشان بس ما تنسوش حسني مبارك في عهده عبارتين غرقوا، سالم اكسبريس والعباره السلام. ده بس للناس اللي عماله تنفخ وتطبل وتعمل يعني. ما علينا، سيبك بقى، ثوره يناير ماتت، ثوره يناير عاشت، مش قصتنا. خلينا في الواقع بقى، الواقع بتاعنا السجاير، الواقع بتاعنا سد النهضة. خلينا في الذكر بتاعكم، ثورة يناير ماتت، دفناها يا معلم، من كان يعبد ثورة يناير فثورة يناير قد ماتت، خلاص خلصت، ماشي، موافقك. أنت بقى ذكر بتعمل إيه دلوقتي؟ اتفرج، أثيوبيا تتراجع عن حضور المحادثات الأخيرة لسد النهضة، أبلغت واشنطن بالأمر وطلبت مزيد من الوقت. يلا يا ذكر. يلا يا ذكر يا بتاع وفاة ثورة يناير، يلا يا حلو. يلا يا جميل بقى وريني نفسك. ادي اثيوبيا تتراجع عن حضور المحادثات الاخيره لسد النهضه وابلغت واشنطن بالامر وطلبت مزيد من الوقت. وده صوره ابراهام لينكولن في المكتب البيضاوي في البيت الابيض. قعد الراجل الذكر واعلنت اثيوبيا الاربعاء انها طلبت من امريكا تاجيل ما كان يتوقع ان تكون الجوله الاخيره من المحادثات التي كان من المزمع عقدها في العاصمه الامريكيه واشنطن. الموقف الأثيوبي يشير أن الخلافات لا تزال قائمة بين أطراف السد اللي هي القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، على الرغم من قول السودان أنه تم الاتفاق على 90% من القضايا. وكالة رويترز نقلت عن برونزا تولشا المتحدث باسم وزارة المياه والري الأثيوبي
قوله طلبنا لأننا بحاجة لمزيد من الوقت عشان نتشاور. فين بقى الذكر؟ فين بقى بتوع ثورة يناير اللي يقولك ثورة يناير ماتت وجنازة وقصص ودياشين وأفلام؟ أوكي، اللي مات مات، خلصت. تعال نتفرج مع الواقع، مفيش حاجة في سد النهضة. بعد إعلان على المشاركة، عدم المشاركة في اجتماعات وزير خارجية أثيوبيا يتجه إلى إيطاليا. بعد إعلان عدم المشاركة في اجتماعات سد النهضة، وزير خارجية أثيوبيا بعد ما يروح أمريكا راح إلى إيطاليا. على فكرة في خبر النهاردة إن وزير الخارجية لهطل سامح شكري، أسوأ وزير خارجية بعد نبيل فهمي، عد على مصر يعني، اتجه إلى أمريكا عشان يحضر البتاع. طب وراح أمريكا يعمل إيه؟ والله الخبر النهاردة وزير الخارجية اتجه إلى أمريكا لحضور. الله، انت رايح امريكا تعمل ايه؟ ما اثيوبيا مش رايحه، وزير الري الاثيوبي في ايطاليا. طيب، بعد اعلان عن السيسي عن قرب التوقيع، اثيوبيا تعلن رغبتها في توقيع اتفاق سد النهضه بعد انتخاباتها. ادي الخبر اهو فرزت. بعد اعلان السيسي قرب التوقيع، اثيوبيا تعلن رغبتها في عدد. خلينا في السد. الراجل راح لربنا يتحاسب هناك، اوكي، وساب لنا السيسي. الخارجية مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي حول سد النهضة. ايه بقى المسار التفاوضي؟ مش موجود. وزير ري اسبق بيقول اثيوبيا مش عايزة اصلا. يا جماعة، وزير ري اسبق بيقول كده، اثيوبيا لا تريد الوصول لاتفاقية تحد من اطماعها في النيل الازرق. ده مين وزير ري الاسبق ده؟ ما يكونش نصر فريد علام، انا قصدي نصر علام. اصل كان في مفتي اسمه نصر فريد علام. قال محمد نصر الدين علام، مش قريب محمد نصر فريد علام وزير الأسبق ولا قريب، وأنا ما أعرفش عشان ما أقولش، إن إعلان أثيوبيا عدم مشاركتها في سد النهضة غدا وبعد غدا في العاصمة الأمريكية استمرار لموقفها المتعنت، مضيفا أنها لا ترغب في الوصول لاتفاقية تحد من أطماعها في النيل الأزرق. يا جماعة، ناس اللي متمسكين بثورة يناير دي أعظم ثورة في مصر، أوكي، الكلاب السيسي الضالة تقول لك الثورة ماتت، مش قصتنا بقى. كلمني في دلوقتي، ماذا سيحدث بعد اتفاقية سد النهضة؟ أنا هفتكر معاك يا هادي، أنا أجيبها سويرس، لما من أسبوع قلت خبر حلو، قال لك الاتفاقية هتتم آخر الشهر ده. سويرس شير الخبر ده وقال خبر حلو قوي. طب ده الشهر بيخلص، إيه اللي هيحصل؟ أنا معرفش إيه اللي هيحصل، لكن فجأة تسمع خبر حلو وخبر وحش، خبر حلو وخبر وحش. خلينا نروح بقى للمتخصص في القصة دي، إعلامي وصحافي متخصص في الزراعة والري، وأفضل واحد، وأنا أظني أن اللي أنا هنتكلم معاه دلوقتي ده هو أكتر من ناس كتيرة في الخارجية يعلم موضوع سد النهضة. أنا معايا الأستاذ مصطفى عاشور. أستاذ مصطفى مساء الخير. سنور أستاذ محمد، وأشكرك على هذا الإطراء. لا دي حقيقة، لا أنا مش بجاملك، دي حقيقة والله، يعني أنا لا بخاف من حد ولا بيهمني حد، ودي حقيقة. أنت أفضل شخص ملم بهذا الملف. أستاذ مصطفى، ما هي دلالة عدم حضور أثيوبيا الجولة كانت امبارح وقصدي بكرة وبعد بكرة؟ دي دلالتها إن الناس دي ناس محترمة، بتحترم نفسها، بتحترم مصالح بلادها. إلى أمريكا لحضور، إذا كانت أثيوبيا ما راحتش، أنت رايح تعمل إيه؟ رايح عشان بدل انتقال يا أستاذ محمد، بدل انتقال. يعني هو هي عصر، ما هو ده سؤال آخر. فين البرلمان اللي يحاسب الناس دي اللي بتاخد بدلات ليها سبع سنين، مره في اثيوبيا، مره في السودان، مره في امريكا؟ ما هو يعني دلوقتي بيلعب اللعبه القذره دي، ياخد حته كده ويحطها في حته تانية ويقول لك بص بيقول لك ايه. بس خليني بس اوضح وجهه نظرك، عشان يعني الحقيقه سكاكيه الاعلام. بس الخبر اهو، شكري يتوجه لواشنطن لمشاركه في اجتماعات سد النهضه. الكلام ده 25 فبراير، خلاص، في صدى البلد. خبر اللي قدامه على طول، وزير الري الاثيوبي يتجه الى ايطاليا. طب وانت رايح تكلم نفسك؟ رايح امريكا تكلم نفسك؟ طيب نوضح بقى فكره الاخ مصطفى عاشور، عشان كلاب الاعلام الضاله في اي مكان واي جهه. دلوقتي نظام السيسي يا جماعه ببساطه رمالك اربع خمس قنابل كده حلوين تعيش عليهم. خد عندك اول واحده عقوبات ماتش السوبر بتاع الامارات، عشنا فيه وقلنا. انسحاب الزمالك من قدام الاهلي عشنا فيه وقلنا. وفاه وجنازه مبارك عشنا فيه وقلنا. كل ده بقى عشان يقول لك ايه بقى؟ يداري لك القصه الاصليه اللي هي سد النهضه. طيب
الاستاذ مصطفى عاشور بيقول ايه عشان بس اول الكلام بتاعه هيتاخد ويقول لك شوف اعلامهم بيقول ان الرئيس موقف الاثيوبي موقف محترم. لا، الاستاذ مصطفى عاشور بيقول بالنص حتى لا يساء فهمه ان الموقف الاثيوبي الرسمي موقف شخص او ناس بتحترم شعبها، ناس خايفه توقع على اي اتفاق وهي داخله على انتخابات، وبالتالي ده واحد او جهاز او اداره بتحترم الشعب بتاعها وبتوعيها الحقايق وخايفه توقع على اي اتفاق. ده اللي قاله ووصفه بانه موقف محترم. مظبوط كده يا استاذ مصطفى؟ طبعا انا اوصف الواقع الامامي، لكن لما تسالني انا كمواطن مصري اللي هو انا بقوله دي بسبع سنين، انت ايه رايك في الموقف الاثيوبي؟ لا، انا رافض اساسا ان انا اتفاوض مع اثيوبيا على الميه، لانه المفروض فنيا ما اتفاوضش مع اثيوبيا، اروح قانونيا اقاضي اثيوبيا. صح. لانها اقامت سدود بدون ما ترجع لمصر حسب اتفاقيه 1902. صح. ده موقفي الشخصي وموقف اي حد فاهم قانون. يعني هي القضيه يا استاذ محمد، القضيه واضحه حتى لوزاره الخارجيه المصريه، حتى للجهات اللي بيقولوا عليها السياديه اللي بتدير الملف. احنا رحنا خطا، احنا رحنا نتفاوض على على بحيره السد وعلى بناء السد، وبعد شويه اثيوبيا قالت لا، وافقنا على السد وعلى بحيره السد وقلنا على سنوات المال، اثيوبيا قالت لا، قلنا طب موافقين على كل حاجه بس تعالوا اقعدوا، اثيوبيا قالت لا حتى كده مش هقعد معاك. وبالتالي فهو واضح هو عاوز ايه اثيوبيا. وانت لما يكون عدوك او خصمك اجندته واضحه وبينفذ اغراضه رغم ان هي هذه قد تكون ضاره، قد تكون لا تخدمك، قد تكون يعني يكون عدوك فيها، لكن انت ما يقوم به من برؤيه واضحه وبتنظيم وبقرار وبتصميم لازم تحترمه. طيب. النهارده الطرف بتاعنا، الطرف اللي احنا فيه، طرف السيسي، هو طرف غامض، طرف كذاب، طرف يخفي الحقائق، طرف بيمص في المفاوضات، طرف في النهايه خالص هيوقع على اتفاق مش هنعرف بنوده، واتفاق لن يفيد مصر لانه اثيوبيا قالت لن نوقع على ما يؤثر على النيل. طيب. احنا عندنا مبدا السياده وعندنا مبدا الاستخدام العادل والمنصف، مش هندي حاجه لمصر. طيب خليني قدام خبر قدامنا بيقول الري حلايب داخل الخريطه في مفاوضات سد النهضه، خبر اهو في موقع اسمه موقع النيلين، والخبر قدام السادة المشاهدين موقع سوداني اسمه موقع النيلين. أقر وزير الري والموارد المائية ياسر عباس بأن سد النهضة ستكون له آثار كبيرة على حصتي السودان والدول من خلفه، في وقت كشف عن مقاطعة كل وزراء ري دول حوض النيل للاحتفالية بمبادرة حوض النيل. وأكد وزير الري المصري هو وحده من قدم اعتذار مكتوب للوزارة، وكشف عباس في مؤتمر صحفي حسب صحيفة آخر لحظة أمس عن تسلمهم مسودة مقترحات الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة للتفاكر، مكتوبة كده حولها، مشيرا إلى إجراء تعديلات بشأن الاتفاق من قبل واشنطن. من جانبه قال عضو الوفد المفاوض لسد النهضة سيف الدين حامد أن منطقة حلايب في المفاوضات خلال اجتماعات داخل الحدود السودانية. من جهته قال مدير الجهاز الفني صالح حمد أن الحل النهائي ليس سد النهضة، حقنا ما في كلام الخرطوم. تعليق حضرتك يا فندم. والله انا لا استبعد كلام ياسر عباس، ياسر عباس او حتى في الاشقاء في السودان لهم اجندتهم واضحه وخطتهم واضحه. الحديث عن انه هم بيدعموا مصر الكلام ده مش حقيقي. مع اثيوبيا واندونيسيا التعاون العسكري، هل تعتقد ان الخبر ده له علاقه بسد النهضه؟ لا، هو انا السؤال ده بشكل تاني، طب لما هي الامارات صديقة السيسي عندها علاقات باثيوبيا، طب امال جدا تقول لي بقى ثورة يناير ماتت عاشت، حللنا ده، تعال نشوف على السريع. جاي لك بمد ايدي عشان تقومي، يا اللي انت اسمك من وريدي ومن همومي، بحلم افتح الاقي وعدى والزرع اللي ظهر في مصر بكره كان اصله.
أول خبر النهاردة معنا في عالسريع، زيادة أسعار السجائر والسيسي يصدق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة. ده أول خبر حضراتكم. السجائر سعرها زاد، وطلع أحد الوزراء النهاردة قال أوعد المصريين بأن السجائر مش هتزيد لمدة سنة ونص، 18 شهر. طب يا راجل ما هي زادت اهي. إنما السيسي صدق على قانون الضريبة، القيمة المضافة، قصدي القيمة المضافة بتاع الضريبة. فالبس يا مصريين والبس يا شعب وتهنى. أما مجلس النواب المصري فالحقيقة بيمنح مزايا جديدة للعسكريين بقانون المعاشات. النواب في العربي الجديد يمنح مزايا جديدة. إيه بقى المزايا؟ صدق البرطمان على بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات القوات المسلحة، وبيحيلوا إلى جهة قضائية. نص التعديل على إيه؟ يتحدد الحد الأقصى للسنوي الإجمالي للراتب والتعويضات التي تجري الإقطاع عليها بقيمة واحد، يعني بقيمته 1.21، وزيادته السنوية في أول يناير كانون الثاني من كل عام بنسبة 15%. يعني كل سنة المعاش يزيد 15% لوحده آلي من غير أي قرار، إلهي في ديسمبر عليه، ولمدة 7 سنين، ثم زيادة سنوية بذات النسبة المعمول بها طبقا للقانون التأمين والمعاشات. كذلك نص على أن يراعى جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب 10 جنيهات عند تحديد الحد الأقصى السنوي، وأن يسري شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة واستحلاق الزوج إلى آخره. يعني الحقيقة البرطمان قرر إن هو يطبل في زيطة جنازة مبارك ومستعراض جنازة مبارك، يطبل بأنه يمنح العسكريين حقيقة زيادة سنوية تبدأ في يناير لمدة 7 سنوات. قالي كده يعني العسكري وهو نايم في البيت يجي شهر يناير في زيادة 15%. نشوف بقى العشر زيادات لمعاشات الجيش أو معاشات ناس وناس. جنازة حسني مبارك المذيعة على الهواء مباشرة طلعت قالت جنازة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلنا قلنا يا رب. اسمع كده أخرى إلى ضيفي الدكتور أحمد، سيد أحمد من القاهرة. إذن بدأت أو جنازة الرئيس عبد الفتاح السيد حسني مبارك قبل قليل، ولكن كنا نتحدث عن هذه الأخرى. يعني الحقيقة المذيعة دي كان الله في عونها. طيب على كل حال خلينا نشوف الخبر اللي بعده. لما الأمطار نزلت على مصر بشكل غريب جدا، طلع رئيس قطاع الأزمات في مجلس الوزراء قال نفس التصريح اللي قاله قبل كده، قال له كثافة الأمطار فقط التوقعات. بيفكرك بإيه ده؟ ده نفس التصريح برضو اللي قاله قبل كده. فاكر محافظ القليوبية ده الراجل هو بيقول رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء كثافة الأمطار فقط التوقعات. الراجل بتاع القليوبية قال الكلام ده في الشتاء اللي فات، قال برضو نفس التعبير ده بالظبط. اهو محافظة القليوبية عن غرق الشوارع، كمية الامطار كانت فوق الاستيعاب، كان يوم الاربع 23 اكتوبر 2019. نفس الكلام انه الامطار بتيجي على غفلة وبتيجي الحقيقة مرة واحدة فوق يعني ما كناش مستوعبينها، ما كناش مستنين. يعني هو كل مرة هتجيلكوا، بص كل مرة فاقد التوقعات كل مرة. خلينا نشوف محافظ القاهرة بيقول لرؤساء الأحياء. هو ده محافظ القاهرة صح؟ عاطف، ده اللي هو عاطف ده. طب هاتوا كده بيقول ايه، هاتوا في الفيديو بيقول ايه محافظ القاهرة. نعمل تجربة عملية على يعني سقوط أمطار وازاي ان احنا بنتعامل مع الحدث. نتأكد طبعا ان جميع معداتنا بتعمل بحالة جيدة، وسواء يعني سيارات سواء بلعات سواء محطات. طب منين المعدات كانت عندكم كل حاجة وعملت بروفات، ومنين يطلع بتاع مجلس الوزراء يقول
انه فاقد التوقعات. عاطف نفسه ده محافظ القاهره طلع قال لرؤساء الاحياء محتاجين فلوس ولازم نشد حيلنا شويه مع المخالفات. استقبل يا شعب مصر، الراجل طلع اهو يقول محتاجين فلوس ولازم نشد حيلنا شويه مع المخالفات. ثوره يناير دي كانت وحشه، كانت وحشه قوي، كانت هتخليك تنتخب المحافظ ده على فكره، وما كانش يجرؤ يقول تصريح زي ده. لكن البس بقى اللي بعده. مرتضى منصور طالع يقول الإعلام يحارب الزمالك وعمرو أديب لديه غل ضد النادي. ده زملكاوي، ده عمرو أديب زملكاوي، كل ده غل ايه؟ وهو طلع شتم كل الناس الحقيقة. مرتضى منصور هاجم مرتضى منصور عدد من الإعلاميين على خلفية تناولهم لأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قبل أن تخلف الزمالك عن حضور، وكان الحكم وأعلن نادي الزمالك أنه لم يذهب. قال مرتضى: لا أعرف سبب هذه الحرب عبر وسائل الإعلام من عماد متعب وأحمد شوبير وطه إسماعيل ضد الزمالك. الأهلي انسحب 5 مرات من قبل ولم يحدث شيء. وأضاف: هي مجرد مباراة في الدوري، تم تأجيل انطلاق اللقاء لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية. وتابع منصور: أنتم من أسأتم للنادي الأهلي وجعلتموه أضحوكة مصر، هل تظنون أنكم هكذا تدفعون الأهلي أو تهكمكم أو تهمكم صورة الكرة المصرية؟ وأوضح: أحمد يوسف يعمل على تهيج الأمور طول الوقت، أقول له اهدى بقى، اهدى في إيه؟ هل كل واحد اهلاوي يريد ان يحرق مصر؟ تحدث معاه في مداخله هاتفيه وقلت له انني خائف على اولادنا في الاهلي قبل اولادنا في الزمالك، وقلت له اتمنى الاهلي حق الفوز ونحقق له نحن الفوز في البطوله الافريقيه ونواجه بعض في النهائي. وانتقد كمان لميس الحديدي وقال لميس مستضيف راجل يقول انه مدير الشركه وان حافله الزمالك لم يكن بها عطل. هل انا من يقوم بقياده الحافله او من يحدد اذا كان بها عطله او غير ذلك؟ عيب، انت بتتكلمي عن نادي محترم، ولو اردت عدم خوض المباراه لما ارسلت احد. واختتم منصور بخبط في عمرو اديب لاستضافته عمرو الجنايني دون اتاحه الفرصه له للرد على ما ذكره قائلا: اذا استضفت عمرو الجنايني من المفترض تستضيفني ايضا، اذا تحدث جانب فمن حق الجانب الاخر رد. قناه ام بي سي مصر ملك لكل المشاهدين وليست ملك لواحد، هذا هو الاعلام، ولكن الغل في قلبك ضد الزمالك. عيش يا مرتضى عيش، هي يومينك، احنا محتاجينك عشان قنابل الدخان اللي بعده. كورونا زي ما قلنا الاول انتشر بشكل فظيع جدا، دول جديدة على خريطة كورونا، ده الخبر اللي في وكالة الاناضول. ارتفاع عدد ضحايا المصابين في الولايات المتحدة، عدد ضحايا المصابين بكورونا الى 60 حسب ما نقلت شبكة CNN الأمريكية عن وزيرة الصحة أو وزير الصحة والخدمات أليكس أزار. 60 شخص ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في أمريكا إلى 60. ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن وزير الصحة قوله: هناك الآن 15 حالة مؤكدة للمصابين بفيروس كورونا مرتبطة بالسفر أو الاتصال المباشر بالمسافرين في أمريكا. وأضاف أزار: حتى صباح اليوم كان لدينا فقط 14 حالة اكتشفناها في أمريكا ومرتبطة بالسفر. وتابع: وأثناء قدومي إلى هذه الجلسة تم إبلاغي أنه تم تسجيل إصابة أخرى. شوف الناس المحترمة، الراجل بيقول لك أن في 15 حالة عندنا يخبوا، يعني قال لهم أن في حالة جديدة فبقت 15 حالة. البحرين ارتفاع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا ل 33 بعد تسجيل 7 حالات جديدة، ده العاجل دلوقتي حالا. ايضا الحقيقه في الكويت ارتفعت عدد الحالات زي ما قلنا الى حوالي 51 حاله في الكويت، كتيره، اعداد كبيره جدا، المؤشر في ارتفاع وزياده طول الوقت. في الدول الجديده على خريطه كورونا اهو، واجراءات مشدده لمواجهته بالعالم العربي. في العراق المتظاهرين كانوا بيواجهوا كورونا او ارتفاع عدد المصابين في البحرين والكويت، انا اسف، في البحرين والكويت الى 51 حالة. في وزراء العرب الصحة العرب بيناقشوا ايران تقرر اغلاق المدارس، ومتظاهرين في العراق بيواجهوا كورونا بالكمامات والتعقيم وتجنب المصافحة. مصر الطيران بعد ما الناس شبعت تعيط، وفي فيديو لست عيني عماله تقول لهم حرام عليكم، ست مصريه عايشه في ايطاليا، مصر الطيران تؤجل استئناف الرحلات الى الصين.
طب هم كانوا عملوا ليه؟ يعني ليه التأجيل؟ انتوا كنتوا عملتوا ليه؟ العالم كله عزل الصين في الوقت ده بقى. شوف العالم كله عامل ازاي. خد الخبر ده بقى، منح الدكتورة الهبلة العبيطة مبادوي جائزة التميز في التغطية الصحفية. دي 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 دي, دي مش دكتورة يا جماعة، والمصحف دي ما دكتورة بجد. الست دي وحياة ربنا والله العظيم، الست دي تعمل خرز، تعمل البتاع اللي كانوا بيعملوا الستات ده على التوال ده، اسمه ايه، كروشيه، تعمل كروشيه، تعمل شيرز لابن بنتها، شيرز تقعد تعمله كده بالإبرة الطويلة دي. لكن دي دكتورة يا جماعة. العالم كله بيعاني من كورونا والدنيا وبقى وباء عالمي، والست بيمنحوها، أفشل وزير الصحة بيمنحوها جائزة التميز. خلينا نشوف كورونا وخريطة الخوف. الحقيقة أن الوضع في إدلب بيزداد سوء، عشرات القتلى والجرحى في تصعيد روسي ولقوات بشار كمان على إدلب، عشرات القتلى والجرحى في تصعيد لروسيا وقوات النظام. ده اللي قال الدفاع المدني بمحافظة إدلب شمال سوريا، أن عدد القتلى جراء الغارات الجوية الروسية والقصف المدفعي لقوات النظام على إدلب وريفها ارتفع إلى 31 خلال 24 ساعة الماضية، كما أصيب أكثر من 90 شخص. وقال مراسل الجزيرة إن بين القتلى 9 مدنيين راحوا ضحية للقصف الروسي. ده الوضع في مقال مشترك في الموند، 14 وزير خارجية يناشدون روسيا خفض التصعيد. في مقال مشترك بالموند 14 وزير خارجية أوروبيا يناشدون روسيا خفض التصعيد في إدلب. ده في مقال بصحيفة لوموند الفرنسية، 14 وزير خارجية بيكلموا سوريا انها تخف على اللي بتعمله في ادلب. وقال الوزراء ان ادلب تشهد كارثة انسانية سيئة ضمن العديد من الكوارث في الحرب السورية، وحث روسيا على عدم عرقلة اي محاولة جديدة في مجلس الامن. ولفتوا ان نظام دمشق مستمر في استراتيجية الاستعادة العسكرية للبلد مهما كلفوا ذلك
ضاربا عرض الحائط بالعقائب الوخيمة أو العواقب الوخيمة على المواطنين. الحقيقة فين بقى؟ فين مجلس فين جامعة الدول العربية؟ ما فيش حد، ما بيكلموش. 14 وزير خارجي أوروبي بيكلموا نظام الأسد وجامعة الدول العربية مش موجودة. وعلى رأي أردوغان الأسد بيقتل شعبه والناس ساكتة. نشوف أردوغان على فكرة تركيا أعلنت النهاردة من شوية إن 2 من جنودها أهو استشهد، 2 جنودي أتراك وجرح 2 آخران في غارة جوية بإدلب السورية حسب وزارة الدفاع. ده نقلا عن، لكن أردوغان قال إن هذا النظام بيقتل شعبه. نشوف كده أردوغان قال إيه. Rejimin kendi topraklarını kurtarmanın değil, kendi halkını yok etmenin ve bölgeyi çoğu da dışarıdan getirilen mezhepçi fanatiklerin eline bırakmanın hesabını yaptığı artık inkar edilemez bir gerçek olarak karşımızdadır. Suriye'de asıl topraklarını, özgürlüklerini ve geleceklerini kurtarmak isteyenler ülkemizle birlikte hareket eden gruplardır. İdlib'deki askeri varlığımızı hem gözlem ve kontrol noktalarımızdaki askerlerimizin güvenliğini sağlamak hem de halkı Esed rejiminin zulmüne karşı korumak için güçlendirdik, güçlendiriyoruz. Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız. Biz bu coğrafyanın misafiri değil, ev sahibiyiz. Bunun için İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız. Türkiye olarak bu konuda kararlıyız ve her türlü fedakarlığı göze alıyoruz. أحمد الزندي اللي ترمى رمية سودا طالع النهاردة يقول على مبارك أنه مبارك لم يكن لم يقصف قلم أو يعني كان رجل عادل فاروق ولم يتدخل في القضاء. فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق طالع يقول أنه كان يقبل الرأي والنقد. الواقعة دي بنهديها واللي أزاعها سيد علي. سيد علي أزاع شيخ بهدله حسني مبارك في السجون، وهو كان شيخ نابغة مش في المجال الديني ولا الدعوي لكنه نابغة في مجال العلوم، بهدله حسني مبارك. لكن النهاردة أو في خبر موجود وفاة الرجل الذي ده كان في 2018 18 9، وفاة الرجل الذي قال لمبارك اتق الله كان في السعودية فسجنه 15 عام. توفي المواطن المصري علي مختار عبد العال الشهير بعلي القطان والذي قضى 15 سنة في السجن في عهد حسني مبارك بسبب قوله للرئيس الأسبق اتق الله. القصة دي حصلت في التسعينات وتحديدا في مارس 73 عندما التقى القطان مبارك داخل الحرم النبوي بعد إتمام الأخير عمرته، فقال له بشكل عفوي يا رئيس اتق الله، فارتعد مبارك حسب رواية القطان في حديث صحفي له، وأسرع الحراس إليه وانطلقوا به إلى خارج المسجد. بعد خروج حراسة مبارك بدقائق فوجئ بعربة كبيرة حملوه إليها حافي القدمين، وقال له ضابط سعودي أحرجتنا لماذا قلت له ذلك؟ أجاب هذا هو الطبيعي بهذا المكان، نقلوه إلى مبنى الدولة أمن الدولة في جدة. وقال القطان أن ضباطا مصريين قدموا لاستلامه وأخذوه إلى مطار القاهرة ومنه إلى سجن ترى ثم إلى مقر أمن الدولة. وأكد علي أكد أن ضابط الضباط السجن طلبوا منه كتابة التماس الإفراج عنه لكنه رفض، إلى أن أطلقوا سراحه يوم 17 ديسمبر سنة 2007 وتوفي يوم 18 سبتمبر 2018. الواقعة دي بس أهو بيقول لك أهو فاروق حسني مبارك كان محنكا سياسيا ويقبل النقد. ده ردا على فاروق حسني. والحقيقة فاروق حسني جاحد، يعني جاحد. انت نفسك يا فاروق كنت لا تقبل النقد، وانا بقول ده بقى وانا اشتغلت في وزارة الثقافة، يعني انت كنت شخصيا لا تقبل النقد.
وانت ليك واقعة بتاعت الروايتين وانا فاكر القصص دي وعشت قصص كتيرة داخل وزارة. فاروق حسني يا حضرات لم يكن يقبل النقد، مش حسني مبارك، فاروق حسني شخصيا ما كانش بيقبل النقد. خش كده على فاروق حسني وقول له انت غلطان في كذا كنت تتشحور من الوزارة، ما كانش يقبل. وفي واقعة بس عشان هو بيقولك لا تقبل النقد، فاروق حسني مش بس صفوة الشريف، هو واحد من اللي أسسه لثقافة حسني مبارك. فهو فاروق عادي جدا ان يقول فاروق حسني انه مبارك لم يكن يقبل النقد. يا طبعا هو طول عمره شيك، وصراحة فاروق حسني شيك، عشان بس ايه نتكلم اللي لنا ولا علينا. هو الراجل ده بلطجي شياكة، بلطجي بلطجي طول عمره اهو. بص اول ما تعين في الوزارة قال له اعتبر ده وعد يا ريس. المهم يعني ما علينا، يعني هو بيقول لك انا بقول لك فاروق لم يكن يقبل النقد. طب حسني مبارك كم جورنال وكم صحفي اتسجن بسبب حسني مبارك فبطلوا تزوير هذا الرجل. وهناك سيد علي، ودي ملاحظه غريبه جدا عايز اقولها لحضراتكم، ان بعد نجاح ثوره يناير في تنحيه مبارك خرجت كل التلفزيونات تعمل لقاءات مع ناس اتضروا من حسني مبارك. جابوا حسب الله الكفراوي يتكلم على حسني مبارك بشكل وحش جدا، والحديث موجود على اليوتيوب، وقال ان ابنه وقال له خلي علاء مش عارف يعمل ايه، ده حسب الله الكفراوي مش انا. جابوا سواق بتاع مش عارف حسني مبارك، جابوا الراجل الشيخ الاسلامي ده اللي هو معرفش فاكر اسمه ايه، جابوا سيد علي اللي هو كان نابغة في بعض العلوم كده وحسني مبارك شحوره ودخله السجن. بص عاشت التلفزيونات الشاشات دريم وكل عاشت فترة على انهم يجيبوا اي حد اذى حسني مبارك. النهاردة العكس تماما، النهاردة العكس تماما. حسني مبارك النهاردة كل الناس عم تتكلم عليه، لكن في برضو مبارك لما قتل للشخص اللي هو كان في بورسعيد وراح يقدم له شكوى، قصة الراجل ده اللي هو كان راح يقدم شكوى بورسعيد عايز يقابل مبارك فأطلقوا عليه الرصاص الحرس بتاع مبارك. فاكرين القصة دي؟ محدش نسيها، محدش ناسي ان حسني مبارك الحقيقة اهو الراجل ده أسرار قتل حرس مبارك لأبو العربي. فاكرين ده بورسعيد لما واحد من الأهالي بورسعيد، بس دي مش بورسعيد دي واقعة تانية، لما واحد من لأن الطقم ده تقريبا اتغير بعد أديس أبابا، لما واحد من أهالي بورسعيد حب بص الراجل هيضربه ازاي، انت شايف الصورة الراجل حارس اللي ورا أبو بدلة رمادي ده اللي ورا، بص رجله فين هيضرب الراجل بقى هيزقه. بص 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 يعني الحارس الأول بيحاول يزقه برجله اللي هو أبو بدلة سودة ده، الحارس اللي ورا بقى بيزقه برضه برجله. شوف ده مبارك يا جماعه، بس ما تنسهوش يعني ده الحقيقه ده مبارك. لكن هو الان بين يدي الديان، خلاص انتهى، رفعت الاقلام وجفت الصحف وخلاص. انما يبقى الناس اللي عايشه بعد مبارك واللي بتحاول تزور ان مبارك ما كانش بيقصف قلم، ردا عليهم نبعت لهم الاخ عمرو اديب لما قال اهو ده بتاع بورسعيد ده فعلا، ده بتاع بورسعيد، دي بتاعت بورسعيد. لكن الواقع الأولانية لا، الواقع الأولانية طقم الحراسة اتغير خالص بتاعه، ده شخص راح يقدم له ورقة في بورسعيد كانت النتيجة انه اتخرم بالرصاص. ثم انا هرد على فاروق حسني اللي بيقول ان حسني مبارك كان يقبل النقد، عمرو اديب قال انه كان مطلع مش عارف ايه وكان بيضربنا بالجزم والواد ده يقعد في البيت، ده مبارك. على كل حال لله الامر من قبل ومن بعد. انا بس عايز اقول لمحمد الباز وكل اللي شمتانين في ثوره يناير، هي كلمه، ثوره يناير كانت وسيله وليست غايه، وثوره يناير واحده من افضل ثورات الشعب المصري وهتظل كده وانتوا تمسوا براحتكم. ثوره يناير دي مشكلتها انها زي اي ثوره ركبها ناس كدابين، اي والله زي بقول لك كده. وللاسف لازال الشعب المصري شعب طيب، ياما ناس كدابين اكلوا على قفا الثوره دي وعملوا ثورجيه وهم اصلا ما كانوش في الثوره او كانوا فيها وش وش يعني، ياما ناس اثريت من ورا الثوره دي ويطلعوا على الفيس وعلى البتاع يعمل لك انه ثورجي. لكن في ناس مخلصه ليها بصراحه يعني جدا، في ناس اخلصت لهذه الثوره، وياما ناس عملت طلعت مع عبد الفتاح السيسي والنهارده عاملين مناضلين وطنيين يعني. يعني انا اعرف ناس كتير يعني بكلمكم على اسماء النهارده عاملين نفسهم مناضلين مع السيسي، والسيسي كان بالنسبه لهم الامل والمنى.
ايا كان اختصاره يعني ده طبيعي جدا جدا. 25 يناير مش مقدسة، ده تاريخ من ضمن تواريخ شعب بقاله آلاف السنين. الغاية ان الشعب ده يعيش محترم زي ما اثيوبيا بقت محترمة، زي ما الدول العالم محترمة. الغاية دي بقى هتفضل هدفنا، تتعمل مرة 25 يناير، تتعمل في شهر ديسمبر، تتعمل في اي وقت. فما تحاولوش تحسون احنا بنقدس 25 يناير خالص، دي كانت وسيلة وليست غاية. يوما ما الشعب ده هيصحى وهيفوق للكدابين اللي هنا واللي هناك والمتاجرين اللي هنا واللي هناك، وهتبقى يعني أمة إن شاء الله لن تبقى ولن تدر الناس دي، خاصة الإعلام السيسي. على كل حال كل سنة والشعب المصري طيب، كل سنة وكل اللي ضحوا في يناير وطلعوا في يناير طيبين، سواء الكدابين فيهم أو كويسين أو اللي حضر أو اللي ما حضروش. كل سنة ومصر هتفضل بخير، ومش معنى ان مبارك مات معناها ان ثوره مبارك ثوره يناير خلصت، ومش معنى ان ثوره يناير خلصت معناها ان الشعب المصري دلوقتي مش بيغيل، مش بيفور جواه ومتضايق وعايز ينفجر. الدليل يا عباس، اقسم بالله لو السيسي فتح نص ساعه الميادين، انت شفت في 20 سبتمبر عملوا فيكوا ايه وكان عدد قليل جدا. لو اتفتحت الميادين والجيش وقف موقف محترم، النظام ده كله هيرجع السجون تاني. على كل حال الحلقة خلصت، إلى أن أراكم يوم السبت. أنا عندي يوم الجمعة حلقة عن السيد أنطون تشيكوف بعنوان ورقة يا نصيب. على كل حال على قناتي على اليوتيوب، إلى أن أراكم غدا، قصدي يوم الجمعة على القناة، وأراكم إن شاء الله يوم السبت على القناة مكملين. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير. اصله طال